بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي، أهلا وسهلا بكم في حلقة خاصة النهاردة عن مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب دوري أبطال أفريقيا. طبعا زي ما حضراتكم عارفين، بكرة إن شاء الله مباراة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي أمام الوداد المغربي في خطوة جديدة نحو عودة الأهلي لمنصة التتويج بحصد دوري أبطال أفريقيا. بالتأكيد لو تكلمنا عن البطولة الأفريقية، هي البطولة الأهم في القارة السمراء، فهي الأفضل والأقوى في القارة الأفريقية لأنها تاريخ كبير جدا في القارة، وكمان هي طريق الفائز لكأس العالم للأندية، ودي بطولة تانية لوحدها. دوري أبطال أفريقيا بالتأكيد بطولة لها تاريخ كبير، بتغير مسمياتها أو تغيرت مسمياتها، ولكن يبقى الأهلي دائما وأبدا هو صاحب الرقم القياسي في هذه البطولة، فهو حقق 8 بطولات. الأندية المصرية لها باع كبير جدا في هذه البطولة، فالكلمة العليا للأندية المصرية برصيد 14 لقبا للأميرة الأفريقية. دائما وأبدا الأهلي هو الملك المتوج لهذه البطولة وصاحب الأرقام القياسية فيها، حصد 8 بطولات والزمالك 5، ومرة للإسماعيلي، كما حصلت أندية المصرية على المركز الثاني 8 مرات، وهو ما يعني أن الأندية المصرية بلغت النهائي 22 مناسبة. السنة الحالية من البطولة تتصارع عليها 4 أندية، الأهلي والزمالك من مصر والوداد والرجاء من المغرب، وأعتقد أن الصراع سيكون قوي جدا بين هذه الأندية. بالتأكيد الفوز بالبطولة هو حلم جماهير الأندية الكبرى في القارة السمراء لبدء مرحلة جديدة من كتابة التاريخ والوصول إلى مونديال الأندية ومواجهة أكبر الأندية العالمية، خاصة أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا هو هدف الكبار دائما. بالتأكيد كل فريق بيتمنى استعادة البريق على المستوى الدولي من خلال هذه البطولة اللي بيتم متابعتها من ملايين المتابعين على مستوى العالم وليس في أفريقيا فقط. البطولة الأفريقية ليها ذكريات كبيرة مع النادي الأهلي، فقد فاز النادي الأهلي ب8 ألقاب كما قلنا. الأفراح بتسيطر دائما على الجماهير الحمراء في كل مرة، وأنا كان ليا الشرف إن أنا حضرت كم بطولة من البطولات ديت فوزنا بيها، وما يعني مش عايز أوصف لكم الفرحة بتبقى شكلها إيه. إحنا بنبقى فرحانين من جوانا بطريقة رهيبة جدا، الجمهور نفسه بيبقى فرحان إن أنت ملك متوج على قارة أفريقيا، وفعلا زي ما سمعنا من كتير فرحة الأهلي هي فرحة المصريين، بتشوف مصر كلها بتفرح لما الأهلي بيصل لمنصة التتويج الأفريقي. طبعا الجمهور كله منتظر بكرة المباراة المهمة للأهلي أمام الوداد، طبعا مباراة بين كبيرين في القارة الأفريقية، فالأهلي صاحب الأرقام القياسية في كافة البطولات التي يشارك فيها. الأهلي كيان كبير فعلا،
ندخل بقى في اجواء مباراه الاهلي والوداد، المباراه المهمه اللي هي بين فريقين كبار جدا في القاره الافريقيه. هنستعرض مجموعه من الاخبار اللي بتخص معسكر الماجد الاحمر في المغرب، والبدايه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم في المغرب، اللي اهدى علم الاهلي الى كل من عمر منيب القنصل المصري بالمغرب، احمد عبد الوزير المفوض بالسفاره المصريه، عمرو قليني مدير عام احد الفنادق الكبرى بالمغرب. جاء ذلك خلال الزياره اللي استقبل فيها اشرف ابراهيم السفير المصري بالمغرب الكابتن محمود الخطيب وبرفقاته طارق انديل عضو مجلس الاداره والدكتور محمد شوقي رئيس اللجنه الطبيه بالنادي، اللذان يرافقان بعثه الفريق الى كازابلانكا، بالاضافه الى المهندس سمير عدلي المدير الاداري للفريق. ومن جانبه اعرب اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس بعثه الفريق الاول لكره القدم بالمغرب. واكد السفير المصري بالمغرب اعزازه الشديد بتكريم الكابتن الخطيب ومنحه درع وعلم النادي، مشددا على ان النادي الاهلي وجهه مشرفه دائما، وان الكابتن الخطيب شخصيه مرموقه ويحظى باحترام الجميع. واوضح ان التنسيق مع الاهلي لرحله المغرب بدا منذ فتره طويله جدا، وان السفاره قامت بكل الجهود الممكنه مع الجهات المعنيه بالمغرب لتسهيل مهمه البعثه من خلال التنسيق مع كل المسؤولين لتامين تحركات الجميع والاطمئنان على الاقامه ووسائل الانتقال وغيرها من الترتيبات. واشار السفير ايضا الى ان الايام الماضيه شهدت ترتيبات على اعلى مستوى على صعيد الاجراءات الطبيه والاحترازيه لضمان سلامه كافه افراد الفريق، وشدد على استمرار كافة الجهود من جانب السفارة المصرية بالمغرب لتوفير كل سبل الراحة لبعثة الأهلي وحتى مغادرتها والعودة إلى القاهرة بسلامة الله. ولسه مع أجواء دوري أبطال أفريقيا، أسفرت قرعة اختيار ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا عن اختيار مصر لاحتضان المباراة النهائية حال وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني لو نفترض ان شاء الله بعون الله باذن الله لو فريق مصري ويكون النادي الاهلي باذن الله وصل لنهائي افريقيا وفريق من المغرب سواء الوداد سواء الرجاء، طبعا يعني احنا نكسب الوداد ان شاء الله، يبقى قدامنا الرجاء والزمالك. لو نتمنى طبعا كل التوفيق لنادي الزمالك، ولكن اذا فاز الرجاء يبقى النادي الاهلي هيلاعب نادي الرجاء المغربي في ملعب استاد القاهرة أو في القاهرة. والقرعة أجريت صباح اليوم بأحد الفنادق في الدار البيضاء، حيث أدارها سامسون أدامو مدير مسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، حيث أسفرت عن أنه في حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي للمباراة النهائية فسوف تقام في مصر يوم 6 نوفمبر المقبل إن شاء الله. النهارده كمان كان في الاجتماع اللي بيخص المباراة الاهلي والوداد، واقيم في مقر اقامه الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف، وحضر الاجتماع سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي والدكتور عمرو محب القائم باعمال الترجمه بالجهاز الفني لفريق الكره، وسمير عدلي المدير الاداري وماهر عبد العزيز اداري الفريق، للاتفاق على كافه التفاصيل الخاصه بمباراه الفريقين المقرر إقامتها مساء غدا السبت في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا. وأسفر الاجتماع عن الاتفاق عن أن يرتدي النادي الأهلي اللون الأسود بالكامل، على أن يرتدي الوداد اللون الأبيض بالكامل أو اللون الأبيض بالكامل، كما شهد الاجتماع الاتفاق على الجوانب التنظيمية المتعلقة بموعد وصول الفريقين إلى استاد محمد الخامس الذي يستضيف اللقاء بإذن الله، ومواعيد عمليات الإحماء وتنظيم دخول بعثة الفريق ووفقا للإجراءات التي أقرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، ودلوقتي عايزين نقول لديانج نجم خط وسط الأهلي كل سنة وانت طيب يا نجم وعقبال مليون سنة، لأنه بيحتفل النهاردة بعيد ميلاده 23، وإن شاء الله بكرة نحتفل بالفوز على الوداد بالمغرب بإذن الله، ويكون الدبابة البشرية ديانج ليه دور كبير هو وزملائه في الفوز بإذن الله، لأن ديانج انتوا زي ما انتوا عارفين مستقبل الأهلي. بكده نكون وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى، هنروح لفاصل وبعدين نستقبل ضيوفنا الكبار النهارده، ضيوف الاستوديو التحليلي
الكباتن الكبار كابتن اسامه عرابي، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن اسامه حسني، والكابتن هاني العجيزي، وسهره خاصه للحديث عن مباراه الاهلي والوداد. ارجوكم انتظرونا. وبنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ونرحب بضيوفنا الكبار اللي مشرفينا النهارده. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا كابتن. كابتن عادل عبد الرحمن، اهلا بيك. منورنا كابتن ايمن. اهلا بيك، الله يخليك كابتن. كابتن اسامه حسني، منورنا حبيبي. ازيك كابتن ايمن؟ الله يسلمك يا كابتن، ربنا يخليك حبيبي. كابتن هاني العجيزي، اهلا وسهلا بيك. كابتن ايمن، ازي حضرتك؟ الله يسلمك يا حبيبي. قبل ما ندخل في الاجواء الفنيه للمباراه، عايزين نقول للاعيبه كره السله بالنادي الاهلي نور علي طلعت اللي تعرضت لحادث سير اليوم، الف سلامه، وان شاء الله تقومي بسرعه جدا وتكوني احسن من الاول. وكل الاستوديو التحليلي هنا بيقول نور الف سلامه، وباذن الله نطمن عليكي في القريب العاجل. كابتن اسامه، لو طبعا اتكلمنا عن مباراه الوداد والبطولة الأفريقية، طبعا كلنا لينا ذكريات مع البطولة الأفريقية. ما فيش كل اللي موجودين، انت ليك تاريخ كبير جدا جدا مع البطولة الأفريقية يا كابتن اسامة. قول لنا ذكرياتك مع البطولة الأفريقية. البطولات الأفريقية بالنسبة لي ابتدت سنة 82. كنت متواجد في الفريق؟ كنت متواجد في الفريق، بس ما كنتش مقيد أفريقيا، لأن القيد كان مرحله واحده بس، ما فيش مرحله اللي هي الثانيه. ايوه مظبوط. فاللي بيقيد السنه الموسم اللي بيتلعب القديم ما بيشاركش. فكنت متواجد في اجواء الاول بطوله النادي الاهلي خدها، ولكن ما شاركتش في اي ماتش زي ما قلت لك، ما كنتش متأيد. لكن من سنه 83 ابتديت العب اللي هي البطوله اللي طبعا 82 كسبناها مع شانتي كوتوكو، ثم 83 خسرناها مع شانتي كوتوكو، وشاركت بقى في كل البطولات لغايه 99. الحمد لله، يعني كل البطولات اللي النادي الاهلي كان فيها خد نادي القرن انا كنت مشارك فيها، سواء اللي احنا حصلنا عليها او اللي خرجنا من ادوار، مثلا زي النهائي في 83 او في الدوري مجموعات او قبل نهائي او كده. واخد الحمد لله 5 بطولات افريقيه مع النادي، 4 كلها دوري ابطال افريقيا ولا واحده ابطال افريقيا و4 كؤوس. انت عارف ان احنا كابتن صالح الله يرحمه كان 3 سنين او 4 سنين خد قرار من 93 لغايه 98 ما شاركناش في بطوله افريقيا. فدي برضو يعني خلتنا اخد بطوله ابطال الكاس اكتر. وبعد كده بقى وانا مساعد مدرب مع مستر مانويل جوزيه برضو خدت بطوله افريقيا والسوبر الافريقي، يعني وانا مدرب برضو خدت البطوله 2001 والسوبر الافريقي بعد كده. ايه اغلى بطوله وانت لاعب، واغلى بطوله وانت مدرب، او اصعب بطوله يعني كان فيها يعني صعوبات كتير جدا وما كنتش متوقع ان احنا نكسب البطوله دي؟ في بطوله اللي هي شهيره، يعني كنا احنا والزمالك وكوتوكو افريكا سبورت في مجموعه واحده 87، او في الدور القبل النهائي يعني. وصلنا احنا ولعبنا النهائي الهلال السوداني، انت يمكن ايمن جاي فيها جون لا كابتن الخطيب اعتزل فيها 87. لكن قبليها الزمالك كان بيلعب مع كوتوكو وكسب هنا 2-0، واحنا كنا بنلعب مع افريكا سبورت وخسرنا هناك 2-0. وكل جماهير مصر توقعت ان الزمالك هو اللي هيبقى في النهائي وان احنا خارجين. مظبوط. حصل ان الزمالك اتغلب في كوماسي في كوتوكو 5 وخرج، واحنا كسبنا هنا 2-0 على ما يوب جاب جون الثاني في الثانيه الاخيره. ولعبنا ضربات جزاء وكسبنا. كابتن كابتن ايمن ما اعرفش. عارف انا ايمن عمل له ايمن ومحمد سعد اللي عمل. لا لا محمد سعد اداني وفي ايوه. وبعد كده لعبنا طبعا الهلال السوداني 87 اللي هو النهائي، وكسبنا تعادلنا هناك وكسبنا في القاهره 2-0. كانت صعبه في القاهره
ايمن شوقي ومين لا ومين الثاني جمال الثعلب اللي هو أيوة سيرك وجمال الثعلب ايوه طب قول بقى انا اللي كنت مشارك معاه فيها وانت طاهر ابو زيد رفعها لي وانا مشارك معاه هو حطها في الاول طاهر ابو زيد والله رفعها لك ليه عشان كنت تلعب بدماغك ورفعها للثعلب قال للثعلب ف وانت جبت الهدف الثاني وكسبنا 2-0 والحمد لله خدنا البطوله طبعا اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب ايوه كانت اخر مباراه للكابتن يعني محمود الخطيب نزل عمل ربع ساعه مظبوط مظبوط و يعني بطولات كتيره كانت صعبه طبعا البطوله اللي الكابتن عادل هو مش عايز اتكلم 93 مش هتكلم هو يتكلم عنها هو اللي يتكلم عنها وطبعا مواقف كتيره بقى حلوه وصعبه وبطولات خدناها وبطولات خسرناها لكن الحمد لله يعني شاركت عدد كبير في المباريات والبطولات الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين كابتن عادل طبعا اكيد ليك ذكريات كويسه جدا وما تطولش قوي في موضوع البينالتي بتاعك خلاص لا خلاص يعني. لا هو في حاجه الكابتن اسامه نساها ايه لما كابتن اسامه اول ماتش لعبه في افريقيا او من الماتشات الاولانيه بتاعته لعبوه باك ليفت لما الكابتن ربيع في الفاينل غاب حتى خسرنا من كتوكو واتقال في الجرايد 83 واتقال في الجرايد هنا احنا خسرنا البطوله لكن كسبنا اسامه عربي حته الباك ليفت دي كانت بدايه اسامه عربي في الباك ليفت يمكن البطولات اللي هي بدايتنا احنا ممكن نكون اتأيدنا في بطوله 87 اللي بتتكلموا عليها احنا كنا مقيدين انا وهاني رمزي وعبد الجليل وعمر كنا متأيدين ولكن ما لعبناش يعني. يعني انتوا كنتوا مقيدين 84 87 87 كنا مقيدين معاكم ولكن ما كناش بنشارك خالص. ما كناش متواجدين في المشاركة. فاكر كان مين المدير الفني في 87؟ كان كابتن انور ومعاه جيب باتلر ومعاه كابتن انور سلام. مظبوط. واحنا كنا مقيدين وكنا صغيرين قوي اتأيدنا احنا الاربعه وبعدين ما لعبناش وبعدين لعبنا 88 اللي هي كانت مع الخواجه فايسا وبدانا بقى نلعب البطولات اللي بعد كده في 93 وبعدين الكابتن صالح القرار اللي اتكلم فيه بس هو الكابتن اسامه يعني اصل مباراه ال 93 دي كانت جميله وبعديها لعبنا مباراه السوبر لما رحنا مع الكابتن اسامه لما حط نفسه في جميع الفرق بيحكي لي على الفاينل والبينالتي لما طب اقول لك حاجه مهمه يا كابتن ايمن انت كنت في الملعب لا انا كنت احتياطي بقى ايوه انت كنت بقى يعني كنت في الملعب مع انت عارف انه الماتش الاولاني ان انا كنت هلعب ناحيه اليمين مش هلعب ديفندر عمري ما لعبت في حياتي ديفندر خالص يمكن الان هاريس قال كابتن طارق ساله كان هادي خشب اتعور قال له هو انت هتلاعب مين في الفاينل هناك هيلعب ديفندر قام قال له انا منظر على واحد بس مش هقول له الا يوم الايه يوم المباراه اي فانا كان ابعد من دماغي عمري في حياتي ما لعبت ديفندر خالص كنت العب ناحيه اليمين مكان ياسر ريان وجيت انت عارف لما الكابتن شطه بيندهلك يبقى حاجه من الحاجتين يا بره لا انت بره الفرقه خالص لا تاخد مهام والكابتن اسامه هحكي لك واحده عليه هو بتاعت السوبر المهم ان احنا ايه جابوني دخلوني جوه فانا افتكرت ان انا هيطلعوني بره لان انا كنت اساس الفوتبول فقام قالوا لي كابتن طارق قال لي انت هتلعب مكان جديد لو عندك الشجاعه انك انت تلعبه العبه لو انت مش قادر العب مكانك وهتبقى ارجل عندي من انك انت تقول ده اللي بدا الكلام معاك كابتن طارق سليم كابتن طارق سليم وقال لي شوف بقى ألان هاريس هيقول لك ايه فمستر هاريس كلمني وقال لي هتلعب ديفندر بكره وانت اول مره تلعبها في حياتك انا سمعت لكن انا عايز منك حاجتين بس علشان في الان سيرجي ماجي في وسط الملعب وهم في افريقيا سبور فرقه قويه جدا وعندها احمد وطارب والناس دي في الحته الهجوميه فالنص الملعب لو اتمسك كويس احنا هنعمل مباراه كويسه الحمد لله لعبتها وهادي خشب كان مصاب لما رجعنا القاهره نلعب الفاينل عشان كده انا بقول دائما ماتشات الفاينل يا كابتن ايمن ما بتتذكرش فيها الا النتائج وليس الاداء صح علشان كده الفاينل ممكن يخلص بجون ولا مظبوط يعني بتاخد بطوله طبعا قال لنا مستر الان هاريس قال لنا هتلعبوا زي ما لعبنا هناك هندافع قلنا له احنا هندافع ده احنا متعادلين ايوه استغربنا ساعتها صحيح استغربنا قلنا هندافع ليه؟ قال لك التاريخ ما بيذكرش الا البطولات ولعبنا وحتى انا لما جالنا البنالتي قعدنا يجي خمس دقايق عقبال ما نشوطه ايوه كل ليه بقى قول لي ليه؟
علشان الكابتن اسامه عربي ما جابهاش جول. راح شاطها قد ايه انت عرفت؟ يعني طب ما تسيبها يا كابتن حسام حسن وقع تمام؟ قلنا كويس خلاص الحكم اداها فطول الحكم شويه عشان يدي. فمن ستة ياردة او سبعة ياردة شاطها زي الصاروخ الجون مسكها وقاعد. ايوه انا فاكر طبعا. فقلت لها يعني ليه بتشوط؟ طيب ما تمسك ده لما الحكم يمشيها وكده. المهم خدنا البنالتي وعذاب بقى. مسكت الكرة خمس دقايق. محدش جالك؟ لا ناس كتير جولي. مين قول لي؟ طيب اول واحد كله بطل. اول واحد جالي حسام حسن. ايوه انت عارف حسام لما بيجي يتكلم يفضل يعمل انا عايز الكوره يعني ولا ايه؟ يقول لي انا اشوط. لا انت تشوط. لا بص الجمهور ده وقعد يعمل كده. الجمهور ده كله جاي. المهم قلت له هو ألان هاريس اللي كان قايل لي انا رقم واحد اشوط لو جالنا بنالتي. ايوه لان رمضان كان بره. رمضان اللي كان بيشوط رقم واحد. صح. فقال لي انت اللي هتشوت. فانا قلت له يا حسام هتشوت ولا لا؟ قال لي في الاخر قال لي شوت. المهم نزل لي الكابتن اكرامي اول كلمه يقولها لي ايه تخيل؟ الخواجه بيقول لك لو ضيعتها العب عادي. قلت له شكرا. الحمد لله جالي اخر واحد ياسر ريان. خرجت الشحنه كلها فيه بس مش قادر اقول لك عملت ايه. يعني لما لقيته جاي له بيكلمني قمت ايه يعني خلعت فيه. طلعت كل حاجه فيه لاني كنت مضغوط قوي والحمد لله. بس انت شوطك كويس. الحمد لله. يعني الجون كان حسيت انه يعني صغير جدا. وهو جون كان عظيم. كان جون قوي جدا. من الاجوان اللي هي فرقه قويه جدا وكانت افريق سبور فرقه طبعا قوية. طبعا كان جامدين جدا. وانا فاكر السبرنت اللي عمله ألان سيرجي ماجي والكابتن اسامه. فاكره يا كابتن ولا لا؟ طبعا. السبرنت اللي انت سبقته قد ايه؟ سبقته بقد ايه انت؟ بكتير طبعا. بكتير جدا. المهم يعني الكابتن اسامه كان دايما في السوبر يا كابتن ايمن واحنا مسافرين لو انت فاكر ماتش السوبر جوهانسبرج. ايوه طبعا. يحط نفسه في الفرقه. أيوه. هو بقى يحكي لك اقول له يا كابتن اسامه لعبني. أيوه. انا عاوز ابدا الماتش. أيوه. هو عامل فيها مدرب. أيوه. هو كان لعيب. أيوه. يقول لي لا 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 انت بره احتياطي وهيلعب واحد اثنين ثلاثه. بس خلي بالك عايز اقول لك حاجه يا كابتن عادل في الموضوع دوت. كل المدربين اللي جم سواء مديرين فنيين اجانب او مصريين كان اسامه بيتحط نمره واحد. بس لا الفتره دي لازم يحكي لك الموضوع ده لانه لو ما حكاهوش انا هزعل. ليه احكي ليه؟ لا لازم. خلاص حكيناه كتير قوي. لا بس انا عاجبني اصله عاجبني قوي يعني. طب احكي انت. لا لا انت اللي تحكيه. لا لا. طب ايه الموضوع يا كابتن اسامه؟ ما اعرفوش انا. كنت معاكم في جنوب افريقيا. يبقى انت اللي حطيتني بره. لا انا كنت بلعب على طول. في الدوري هنا. فمتاكد ان انا هلعب. ومعظم الماتشات بلعب اساسي. ايوه صح. وعادل في ماتشات كان بيلعبها وفي ماتشات بيقعد. فاحنا مسافرين بقى السوبر هنلعب الزمالك. صح. فانا متاكد ان انا هلعب. ما عنديش شك 1%. كان ألان هاريس. ألان هاريس. انا كنت قاعد جنبك برضه. ما انت عادل نايم معايا في الاوضه. يقول لي بقى لنا اسبوع بقى مين اللي هيلعب؟ احط التشكيل وهو مش موجود فيه. اقول له انت بره. وانا موجود. اشيل تاني يوم. يقول لي يا كابتن مين اللي طب حطني اي حطني احتياطي. طب حطني. احط الفرقه واشيل مثلا واحد وبرده هو بره. قلت له انت احتياطي يا عادل مش هتلعب انت بره. المهم سافرنا جنوب افريقيا وبنحضر بقى للماتش. فلقيت الكابتن شطه بيندهني ليله المباراه. فقلت اكيد هيقولوا لي بقى تعليمات. فقلت له عادل انا رايح ايه للمستر ألان هاريس. فجابني قعد يحكي معايا شويه بعدين قال لي انت بكره سما بره. قلت له بره؟ ماشي. فقعدت اتكلم معاه شويه فخلاص رحت ماشي بقى ومديهم ظهري وماشي يعني كده احتياطي يعني مش ممكن خالص. فانا مش عارف ايه اللي خلاني اشك. فبصيت لهم هو كابتن شطه بقول لهم انا احتياطي بكره يعني. قالوا لي لا انت بره خالص. لما جيت للاوضه رحت الاوضه لعادل هو دخل لقى لي بقى ايه بعرق وايديك متلجه. بعرق وايدي متلجه مش عارف ازاي. بقى لي في ايه؟ قلت له طب وانت ما تكلمش معاهم خالص يعني ما عرفتش ما اديتش اي حاجه؟ لا ما مش ضروري احكي بقى. بس خلاص يعني طلع. اكيد. انا وقعت. قال لي قلت له ده انا بره. قال لي يعني ايه بره؟ قلت له بره الماتش خالص.
راح وقع من البتاع. هو لعب، هو لعب. بقول لك ايه، انا وقعت ضحك مت. لا الماتش ده، الماتش ده فعلا كان فيه اسامه كان بره، انا ورمضان كنا احتياطيين. رمضان يمكن نزل في الاخر، اخر ربع ساعه. انت عارف ان كابتن اسامه في ماتشات اهلي والزمالك كان بيبقى احسن لعيب على الاطلاق، حتى أيوه لو ما لعبش، حتى صحيح لو ما لعبش بقاله مظبوط 70 اسبوع ينزل مباراه اهلي والزمالك يبقى افضل لاعب في الفرقه كلها. صحيح هو صحيح بيحب ماتشات اهلي والزمالك. صحيح صح. كابتن اسامه طبعا انت كنت في الفتره اللي هي يعني نقدر نقول فتره الانجازات الكبيره على المستوى الافريقي. وكان جيل فعلا جيل ذهبي، وجيل تألق كثيرا، وصلته كمان كاس العالم كتير، كاس العالم الأندية. ويمكن من الحاجات اللي ما تتنسيش ابدا جولك في نهائي في النجم الساحلي 2005. مظبوط. يعني الحمد لله كنت انا واحد من الجيل المحظوظ ان احنا بدايه من 2004 الجيل ده تكون، علشان بدايه من 2005 نبدا بقى يعني مزبوط رحله البطولات مع النادي الاهلي. مظبوط. في كل الالقاب، دوري وافريقيا وكاس و... تفتكر كم لقب افريقي؟ انا اخذت 2005 و2006 و2008 ده دوري ابطال افريقيا، أبطال أفريقي مع السوبر الافريقي. البطوله الاغلى طبعا بالنسبه لنا على المستوى الشخصي كانت هي البطوله الاولى، كانت في 2005. 2005 كان النهائي الافريقي كان امام النجم الساحلي، كان فرقه كبيره طبعا وكان يعتبر احنا كلاعيبه معظم اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب وقتها كان حسن مصطفى، ابو تريكه، عماد متعب، انا، كان بركات لسه منضم لينا جديد، كان عماد النحاس، يعني كان معظم اللعيبه اللي موجوده. شوقي كان معاكم، محمد شوقي. محمد شوقي انا مش عايز انسى حد، اسلام الشاطر، شادي، كان شادي كان اخذ البطوله في 2001 في الوقت ده على ما اتذكر. احنا يعني كان 70 80% من الناس اللي موجوده محمد عبد الوهاب الله يرحمه، فكان دافع لينا كبير. كان ده دايما اللي بيلعب عليه مستر مانويل جوزيه، كان دايما الدوافع لينا كبطوله دوري ابطال افريقيا هي البطوله الاكبر للنادي، هي البطوله الاهم. فكان دايما حتى استعدادنا لكل مباراه مختلف عن الاستعداد في الدوري، نوعيه التدريب حتى التحضير الذهني علشان يحس ان احنا بنفصل دوري عن بطوله افريقيا. أيوة. دايما قبل بطوله افريقيا طبعا ما كانش الدوري بكم المباريات الموجوده دلوقتي. كان الدوري حوالي 13 فرقه. أيوة. فعندك وقت انك تحضر لماتشات افريقيا. صح. عندك اسبوع و10 ايام قبل المباراه. مزبوط. فبتعمل فتره اعداد قصيره 3 4 ايام بتدريبات معينه عشان تروح المباراه انك انت جاهز. مظبوط. البطوله 5 كان يعني حلوه ليا انا على المستوى الشخصي، كان في النهائي الافريقي كان امام النجم الساحلي، كسبنا المباراه دي 3-0. المباراه دي على ما اتذكر كانت اول مباراه ليا ككابتن للنادي الاهلي. اول كابتن في مباراه نهائيه، كان الحضري كان قبلها في الدور، قبل مش قبل النهائي، قبلها بحوالي 3-4 ماتشات اتسحبت منه الشاره، كان مستر مانويل، فمين اللي بعد الحضري؟ كان شادي محمد. مظبوط. شادي محمد كنا بنلعب الزمالك في قبل النهائي، غلط حاجة في الملعب، فمستر مانويل جه في المباراة النهائية خرجه في المباراة اللي كانت في مصر عندنا. فاحنا في أوضة اللبس مين كابتن الفرقة بعد شادي محمد؟ أنا. قال لي البس الشارة، فلبست الشارة ونزلت، كنت كابتن الفرقة وقتها. فحتى وأنا نازل كان طاقم التحكيم وقتها من بوركينا فاسو، فببص للحكم واللاينز مان اللي جنبه، الاتنين شبه بعض، اتنين توأم، فاستغربت وقتها. فحتى لما بصهم بسألهم قالوا لي احنا الاتنين توأم يعني. دي من المواقف اللي انا اتذكرها. طبعا الهدف اللي انا احرزته كان الهدف الثاني، كان محمد عبد الوهاب الله يرحمه كان مشاركني في الهدف. ومن البطوله دي كان اول كاس عالم انديه لينا بقى للنادي الاهلي. أيوة. النقله الثانيه اللي احنا بنعيشها كلعيبه، التاريخ اللي بيتكتب، جو ثاني طبعا، وكمان بيحطك انت كلعيب تاريخك واسمك النادي الاهلي ده في حته ثانيه. فعشان كده دايما لما بتلعب انت كلاعب بطولة أفريقيا لازم يبقى ليك دوافع أنت مختلفة. صحيح. لازم ليك حوافز مختلفة، لازم ليك أنت استعداد أنك أنت النهاردة زي ما بتقول مثلا محمد الشناوي حارس مرمى مصر الأول في كأس العالم ولعب في روسيا، النهاردة لازم يبقى ليه دافع. أنا بتكلم على محمد الشناوي كنموذج في الفريق وككابتن للفريق. حط بقى بعد ده كله عمرو السولية، ديانج، حمدي فتحي، احمد فتحي طبعا اخذ بطوله افريقيه كذا مره، علي معلول طبعا، مروان محسن، كل اللعيبه قفشه،
فالنهارده الدافع بتاعك انت كلاعب لازم يبقى كبير. النهارده التاريخ لما بنقعد نقول للنادي الاهلي بطولاته الافريقيه بنقول سنه كذا وكذا 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 والجيل اللي كان موجود الاهداف. انت فين بقى كلاعب وانت فين كمجموعه كجيل في وسط الكلام ده؟ لازم النهارده دوافعك مختلفه. بكره لما بتنزل مباراه الوداد استعدادك انت الخاص كلاعب بعد كده بتتنقل نقله ثانيه، كاس عالم انديه تحط النادي الاهلي في مكانه ثانيه، بتلعب في اجواء وظروف ثانيه مختلفه. لكن احنا مش عايزين نسبق الاحداث، عايزين ناخدها خطوه خطوه، بدايه من مباراه الوداد بكره. لكن الذكريات الحمد لله يعني على المستوى الافريقي الواحد يعني سعيد باللي انجزه مع النادي الاهلي في 2005 و2006 البطوله الغاليه لينا و2008 يعني. الحمد لله. قبل ما نروح للكابتن هاني هنروح لزميلنا كريم احمد من المغرب وفندق الاقامه وهنساله ايه الاخبار هناك وايه اخبار الفريق هناك وايه اخبار الحاله المعنويه والحاله النفسيه والحاله الفنيه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل نجوم الاستوديو التحليلي. بطمنك بقى كابتن ايمن، يعني ان شاء الله باذن الله الحاله المعنويه مرتفعه جدا والرغبه موجوده والتركيز موجود لكل لاعبي النادي الاهلي من اول يوم الحقيقه وصلنا في الدار البيضاء وفندق الاقامه تدريبات فريق النادي الاهلي. يعني بقى لو بنتكلم بشكل عام طبعا على ال 48 ساعه الماضيه ومدى جاهزيه لعيبه النادي الاهلي سواء في التدريبين اللي كانوا على ملعب كهرماء كاليفورنيا البيضاء قريب جدا من فندق الاقامه، ارضيته كانت كويسه جدا وكانت جرعه تدريبيه قويه جدا لفريق النادي الاهلي. الحقيقه يمكن بيتسو موسيماني المدير الفني بيجهز بشكل كبير جدا لهذه المباراه، كل ما بنقابله على طول تلاقيه بيتفرج على فيديوهات، بيفرج اللعيبه على فيديوهات، محاضرات مستمره عقب وجبه الافطار، يمكن الافطار بيكون 10 صباحا بيكون في محاضره بعد انتهاء الافطار مع حديث للاعبين، اللاعبين بيتجمع بعدها على طول يا كابتن ايمن، عقب وجبه الغداء بيكون في محاضره، قبل التحرك بيكون في محاضره. الحقيقه يمكن في مجهود فني كبير جدا بيبذل من الجهاز الفني بالكامل سواء الكابتن سامي قمصان، مستر بيتسو موسيماني، اكيد لعيبه النادي الاهلي مش محتاجه اكيد ان يبقى في كلام ومش محتاجه تحفيز لان عارفين اهميه هذه المباراه، مباراه مهمه جدا صعبه جدا، هدف موجود هو يا كابتن ايمن اكيد اسعاد كل جمهور النادي الاهلي النهارده. اليوم كان مليء شويه باجتماع فني بقرعه طبعا، القرعه اللي اكيد ان شاء الله تكون في مصر ويا رب ان شاء الله باذن الله، دعواتنا كلها لكل لعيبه النادي الاهلي نكون النادي الاهلي طرف في هذه المباراه. لكن زي ما الكابتن اسامه قال هي خطوه خطوه النادي الاهلي عنده اولويه اولى هي مباراه الوداد، نحضر لها كويس جدا ان شاء الله ربنا يكرمنا النتيجه ايجابيه. 90 دقيقه ثانيه في القاهره كل حسابات مختلفه بشكل كبير باذن الله، كل الامور دي تصب في مصلحه النادي الاهلي النهارده. كابتن ايمن كمان كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي على ملعب مركب محمد الخامس اللي هيستقبل مباراه الغد ان شاء الله في تمام الساعه 8 مساء. يعني الملعب بيتسع ل 45,000 مع وجود جمهور الوداد كان الامر هيكون مختلف، لكن الحمد لله طبعا يمكن الامر المهم جدا ونتمنى ان هو يكون شيء ايجابي لفريق النادي الاهلي ونستغل هذه النقطه ان مش هيكون في جمهور متواجد في المدرجات، الجمهور بيكون خارج المدرجات. يمكن يعني مجرد تحركنا من فندق الاقامه طبعا الطريق يمكن 20 او 25 دقيقه بنقابل بعض جماهير الوداد وبنقابل ايضا كمان جماهير الرجاء، جماهير الرجاء بتتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي، جماهير الوداد يمكن جماهير مسالمه جدا طبعا معانا، اكيد طبعا كلهم عارفين قيمه النادي الاهلي ككيان كبير وكبطل افريقيا طبعا كالعاده، لكن لاعبتنا ما بتشغلش نفسها بهذا الامر، عندها تركيز وعندها هدف واحد ويا رب ان شاء الله باذن الله كل الامور دي تكلل بالنجاح وهدفنا يكون في ال 90 دقيقه ويا رب ان شاء الله يكون مع لعيبه النادي الاهلي. عايز اطمنك كمان يا كابتن ايمن واطمن كل جمهور النادي الاهلي على التدريب الاخير وحاله كل اللاعبين، كان عندنا عدد كبير من لعيبه النادي الاهلي اللي بيشتكي طبعا من بعض الكرامبات سواء في السمان. أنا أيمن أشرف الحمد لله جاهز بشكل كبير، الشناوي أداء رائع ومميز جدا تدريبين اللي فاتوا، كمان النهارده كان أكثر من رائع محمد الشناوي، بالنسبة كمان بدري بالنسبة بشكل جيد جدا كريم. محمود وحيد كريم اتفضل اتفضل كابتن أيمن. بالنسبة لأيمن أشرف أنت بتقول هو حالته اتحسنت بشكل كبير، يعني هل أيمن أشرف جاهز بنسبة 100%؟ أيمن أشرف جاهز بنسبة 100% في التدريب على أعلى مستوى سواء أمس أو أول أمس واليوم النهارده كمان التدريب الرئيسي ظهر بشكل رائع ومميز جدا. يمكن أيمن من اللعيبة الرجالة عنده روح الفانيلا الحمراء بقى وشخصية النادي الأهلي دي بتبان في اللعيبة، هو ده الوقت اللي إحنا عايزينه أكيد يا كابتن أيمن. أي يمكن حد عنده أي حاجة بسيطة جدا في تحامل كبير على نفسه لأن جمهور النادي الأهلي مئات الملايين منتظرة هذه البطولة ومنتظرة تحديدا هذه المباراة. الشناوي كمان ظهر بشكل رائع ومميز ومحمود وحيد، يمكن محمود وحيد كمان كان بيعاني من بعض الآلام ويمكن غاب خلال الأيام الماضية لكن تواجد
تواجد في التدريب الامس واول امس وشارك جرعه تدريبيه كانت قويه، واتكلمت كمان على علي معلول رغم السفريه اللي يمكن كانت طويله جدا ليه وعودته 11 ساعه كان متواجد في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي وخد الجرعه التدريبيه كامله، ودي يمكن اشياء بتطمن جدا على علي معلول. يمكن الراجل لعب مباراتين كان اداؤه مميز جدا، كنا حابين بقى ان احنا نطمن عليه كمان مع فريق النادي الاهلي ذهنيا ومعنويا وبدنيا، والحقيقه اطمنا عليه الحمد لله. كل اللعيبه جاهزه بشكل كبير جدا باستثناء بقى يعني هو الوحيد اللي بره كهربا، محمود كهربا يعني الوحيد اللي بره غير جاهز. بالظبط يا كابتن ايمن، يعني نقدر نقول برده حتى هذه اللحظه لم يحسم هذا الامر. النهارده كهربا تدرب كوره بس فردي، يعني كهربا تدريب امبارح اول امبارح تدريب بسيط جدا كان جري حوالين الملعب، لكن النهارده كهربا خد جرعه تدريبيه بسيطه لكن فردي بعيدا طبعا عن التدريب الجماعي. يعني من الواضح ان كهربا مش هيلحق هذه المباراه، بس ما عملش سبرنتات ما عملش حاجه باذن الله. لكن لا لا يا كابتن ايمن لا، يعني كان تدريب بسيط جدا ليه، هو بس يعني نقدر نقول بدايه تدريبات الكره مع يمكن مخطط الاحمال طبعا كي بي، تدريب بسيط جدا يعني بالنسبه لمحمود كهربا، لكن ان شاء الله باذن الله مع مرور الايام نستفيد بيه بشكل كبير جدا في مباراه العوده. لكن الكل جاهز الحمد لله يا كابتن ايمن، لعيبه النادي الاهلي رجاله ان شاء الله تكون على الموعد 90 دقيقه باذن الله من نار قتال في الملعب ان شاء الله باذن الله. ربنا ينصر لعيبه النادي الاهلي ونرجع بدون اي اصابات ونرجع ان شاء الله باذن الله يبقى عندنا هدف كبير في مباراه العوده. انا عايز كمان انوه على نقطه مهمه جدا كابتن ايمن، وهي وجود السفير اشرف ابراهيم اللي وصل النهارده، سفيرنا طبعا هنا في المغرب وصل النهارده ومباشره كانت دعوه للكابتن محمود الخطيب رئيس البعثه ورئيس مجلس اداره النادي الاهلي، تواجد معاه احاديث طبعا كانت عن اهميه هذه المباراه. يمكن الكابتن اتكلم معاه طبعا عن الامور الخاصه بيه لتامين يوم المباراه، الامور كانت هتبقى عامله ازاي، طبعا التنسيق الخاص بيه وزاره الداخليه، كل الامور دي الحمد لله يمكن الكابتن الخطيب بنفسه اطمن من معالي السفير اشرف ابراهيم، تسليم بقى الدروع والامور طبعا البروتوكول الخاص ببعثه النادي الاهلي، كل الامور دي كانت ماشيه بشكل طيب جدا والحمد لله. يعني نقدر نقول الحاله هنا كويسه جدا، الامور كلها معانا، الظروف كلها معانا، يا رب بقى كمان بكره الظروف دي تكون تخدمنا في مباراه الغد ان شاء الله باذن الله، ويكون ربنا معانا ومع كل لعيبه النادي الاهلي يا كابتن ايمن باذن الله. كريم عايزك تكلمني عن المسحه اللي عملها اللعيبه النهارده. يمكن المسحه الحمد لله يعني ده شيء مع ضربيه طبعا مسحه سلبيه لكل بعثه النادي الاهلي، وده كان امر مهم جدا يا كابتن ايمن، وحابين كمان ننوه على نقطه المسحه طبعا بتمر عليها 72 ساعه، فعايز اقول لك كمان ان شاء الله باذن الله عقب انتهاء مباراه الغد مباشره هنتوجه الى المطار باذن الله نكون في القاهره، لان طبعا كان توقيت طيب جدا يكون المسحه قبل الماتش طبعا ب 48 ساعه، لكن عودتنا للقاهره كانت ممكن تكون محتاجه مسحه تانية، لكن مع التنسيق الطبي الكامل للدكتور محمد شاور رئيس اللجنه الطبيه والجهاز الطبي هنا في الجهاز الفني للنادي الاهلي قدرنا ان احنا نصل لمعلومه طبعا ان شاء الله باذن الله المسحه اللي احنا عملناها باذن الله ما يبقاش في اي مسحه تانية، وعلى طول مباشره نكون في مطار القاهره. باكد لك ان الرحله طبعا رحله العوده ان شاء الله هتكون غدا عقب انتهاء المباراه مباشره، هيتوجه بعثه النادي الاهلي بالكامل الى مطار الدار البيضاء، ومنها ان شاء الله تكون الطائره يعني نقدر نقول اثنين او ثلاثه، انت عارف يمكن مجلس اداره النادي الاهلي موفر طائره خاصه، فالتحديد الميعاد متروك طبعا للظروف الخاصه بالمباراه، لكن محددين ميعاد طبعا مبدئي اثنين ليلا طبعا او ثلاثه ان شاء الله تتوجه بعثه النادي الاهلي القاهره، لكن باذن الله ان شاء الله همنا الكبير هي هذه المباراه، ويا رب ان شاء الله بقى دعواتك ودعوات كل نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي ربنا يكون معانا بكره ان شاء الله ويحافظ على لعيبه النادي الاهلي ونقدر نسعد كل جمهور النادي الاهلي. انت طمنتني على حاله الملعب يا كريم، بس عايز اطمن منك كمان على حاله الجو في نفس توقيت المباراه الساعه 9 بالليل، الجو عندك اخباره ايه؟ يمكن الجو فيه بروده شويه يا كابتن ايمن، لكن بخبرتك بقى وبخبره كل نجوم الاستوديو التحليلي جو كوره كويس جدا، هيبقى فيه جري كتير وده اللي احنا كنا طالبينه، يعني مفيش حر مفيش رطوبه، وده يمكن امر مهم جدا، الجو رائع ومميز جدا في توقيت المباراه 8 مساء هنا بتوقيت المغرب، جو رائع ومميز جدا، في بروده شويه لكن جو كوره ان شاء الله كل لعيبه النادي الاهلي كل الظروف يا رب بتمنى تكون معانا الجو وتحركنا من هنا طبعا. يمكن كنت باكد على معالي السفير شخصيا بكلمه طبعا يوم المباراه مهم جدا ان التامين يكون ازيد من كده، لان من المتوقع طبعا في بعض من جمهور الوداد خارج الاستاد يكونوا طبعا جنب حافله النادي الاهلي، كل الامور دي يمكن ان شاء الله تكون موفقه جدا غدا في تنسيق على اعلى مستوى، اكدت لك ان الكابتن محمود الخطيب بيتكلم وبيتابع كل خطوه مع الجهاز الفني ومع ايضا كمان الجهاز الاداري ومع اشرف ابراهيم طبعا السفير طبعا مصر في المغرب، كل الامور دي الحمد لله ماشيه بشكل مطمئن ورائع، لكن يعني بنتمنى بقى التوفيق يكون معانا، وبنتمنى طبعا الحكم يعني جابي ساكوزي يكون بقى موفق في مباراه الغد ان شاء الله باذن الله، احنا عايزين حقنا بس يا كابتن ايمن ان شاء الله لعبتنا يعني تحافظ على نفسها ان شاء الله، ويا رب يكون طاقم التحكيم موفق ويدينا حقنا، بس مش عايزين اكتر من كده يا كابتن ايمن باذن الله ان شاء الله. كريم كلمني عن الاهتمام الاعلامي المغربي بالنسبه لمباراتي الاهلي والوداد والرجاء والزمالك. الحقيقه اهتمام كبير جدا يا كابتن ايمن، وده امر اكيد
يعني يخص النادي الاهلي. انا لو اتكلم عن النادي الاهلي الاول، منذ وصولنا المطار يعني شفنا عدد كبير جدا من الاعلام، صحفيين، مواقع، الكل كان بيتابع النادي الاهلي، بيحاولوا طبعا هم كانوا ياخدوا بعض التصريحات سواء من الكابتن سيد عبد الحفيظ او من بيتسو موسيماني المدير الفني، لكن اكيد طبعا النادي الاهلي عنده مهمه، وكان في غلق تام للجهاز الفني بالكامل، لكن اهتمام اعلامي كبير ايضا. كمان نادي الزمالك ليه اهتمام اعلامي كبير، لكن بقيمه النادي الاهلي الكبيره الكل مركز مع النادي الاهلي. وايضا كمان يمكن قلنا قبل كده جمهور الرجاء او الموالين للرجاء سواء مواقع او صحف بتشيد بالنادي الاهلي وبتحمس النادي الاهلي. على الجانب الاخر اكيد الوداد، الحديث كلها طبعا عن الوداد الامه وان الوداد ينتصر وكل الامور الخاصه طبعا الامور التحفيزيه والتشجيعيه، لكن بشكل عام في تركيز كبير، الامور دي ما بتشغلش لعيبه النادي الاهلي وما بتشغلش الجهاز الفني، لكن بشكل عام في اهتمام اعلامي كبير جدا. هنا ثلاث فرق اكيد كبيره جدا سواء الزمالك او بيراميدز وايضا كمان النادي الاهلي بقيمته الكبيره كنادي القرن، لكن كل الامور دي الحمد لله يعني ما نقدرش اقول. كمان في غلق اعلامي كبير جدا، يعني يمكن تعليمات من الكابتن محمود الخطيب وايضا كمان الكابتن سيد عبد الحفيظ، مفيش اي صحفي بيجي فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي، الفندق يعني يتميز بالهدوء بعيد شويه عن المحيط السكني. كل الامور دي انت عارف يا كابتن ايمن بتساعد كل اللاعبين على التركيز فقط لغير. الحمد لله الامور الاداريه ماشيه بشكل كبير، الامور التنظيميه ماشيه بشكل مطمئن، الاداره الفنيه بقى ان شاء الله للمستر بيتسو موسيماني المدير الفني يا رب كمان يكون موفق في اختيار التشكيل الامثل اللي باذن الله يكون في 11 راجل في الملعب باذن الله نقدر يسعدوا جمهور النادي الاهلي ونرجع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. والاصداء عندك اخبارها ايه بعد ما عرفوا ان المباراه النهائيه بعد القرعه سوف تقام بمشيئه الله في القاهره؟ امر مطمئن جدا اكيد يا كابتن ايمن، يعني لما المباراه بتكون في مصر الامر بيختلف بشكل كبير جدا. تمنياتنا طبعا للنادي الاهلي ان احنا نجتاز المباراه الاولى والمباراه الثانيه، المباراه النهائيه طبعا ليها حسابات فنيه كبيره جدا، في مصر الامر بيكون مختلف، لكن يا رب ان شاء الله باذن الله نعدي الخطوه الاولى. عندنا خطوه اولى مهمه جدا ان شاء الله تكلل بالنجاح ويبدا النادي الاهلي يدخل في المباراه بشكل جيد. بيتسو موسيماني مركز بشكل كبير جدا على التمركزات، التحركات، التغطيات العكسيه، التكتيك اللي هيقوم بيه في هذه المباراه، الضغط من الثلث الامامي، دخولنا في المباراه يكون جيد، كل الامور دي بيتكلم الحقيقه عليها بيتسو موسيماني بشكل قوي ودقيق جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي تستوعب بشكل كبير كل الجمل التكتيكيه والامور الخاصه بها الفنيات اللي ان شاء الله تطبق في هذه المباراه، لكن اكيد امر بيسعد كل جمهور النادي الاهلي وبيسعد اللعيبه ان شاء الله باذن الله تكون المباراه النهائيه في مصر، لكن الخطوه الاولى ان شاء الله تعدي على خير باذن الله يا كابتن ايمن. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم احمد، بالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. كابتن هاني اكيد طبعا شاركت في بطولات افريقيا كتير وليك ذكريات طبعا، احكي لنا شويه عن الذكريات دي. لا ومش كتير قوي طبعا مقارنه طبعا بالكباتن اللي موجوده طبعا، يعني الواحد قاعد بصراحه انا سعيد ان انا موجود مع قامه كبيره من الكباتن، الكابتن اسامه والكابتن عادل والكابتن اسامه، يعني حاجه، وكابتن ايمن طبعا مش عايز انساك طبعا. فطبعا انا سعيد ان انا موجود طبعا مع الكوكبه الكبيره من النجوم اللي موجوده دي، والتاريخ اللي طبعا اللي انا سمعته عن كل واحد فيهم. يعني انا شاركت، بس انا شاركت سنتين، يعني سنه 2008 و2009 مع مستر مانو جوزيه، كانت اخر بطوله لي، وقدرنا ان احنا ناخدها، كان مع قدام القطن الكاميروني، كسبنا هنا 2-0 بجول وائل جمعه وفلافيو. رحنا هناك اتعادلنا 2-2، كان احمد حسن جاب جول، كابتن احمد حسن طبعا وكابتن شادي محمد كان جاب ضربه جزاء، وقدرنا ان احنا نحصد اللقب، ودي كانت سادس بطوله للنادي الاهلي. الحمد لله قدرنا ان احنا ناخدها. والسنه الثانيه كانت 2009 طبعا، يعني مش عايز اذكر السنه دي لان السنه دي يعني من أسوأ السنين اللي مرت على النادي الأهلي، لأن خرجنا في السنة دي من بطولة إفريقيا وخرجنا من الكونفدرالية. يعني السنة دي كانت سنة ما كانتش كويسة للنادي الأهلي، بس يعني قدرت إن أنا السنة دي ألعب فيها، وقدرت يعني كان عندنا كانوا بيلرز اللي خرجنا منه، كان عندنا ماتش هناك وكنت قاعد احتياطي ونزلت، قدرت إن أنا أحرز هدف هناك، وتعادلنا 1-1، وبعد كده جينا هنا خسرنا، وبعد كده رحنا الكونفدراليه برضو طلعنا. يعني فكانت السنه اللي بعدها كانت سنه صعبه دي، مش كويسه، مش عايز اتكلم فيها طبعا عشان بس بقاش فال وحش او حاجه، بس طبعا الكباتن كلهم اتكلموا على بطوله افريقيا واهميتها طبعا، واتمنى طبعا التوفيق للنادي الاهلي بكره، وانا متفائل خير ان شاء الله باذن الله، بغض النظر عن انا حكيته، بس متفائل خير ان شاء الله. يا رب يا رب باذن الله. معانا على التليفون نجم من نجوم منتخب مصر السابقين ومدير فني مصري قدير، ويمكن قعد في المغرب يمكن 3 سنين ودرب العديد من الأندية المغربية، ويعرف الكثير والكثير عن فرق المغرب، وأكيد أكيد بالتحديد الوداد
والرجاء المغربي. كابتن طارق مصطفى اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ايمن. ازيك يا كابتن طارق، منورنا في قناه الاهلي. انت اللي منور، وتحياتي ليك ووحشني، وطبعا تحياتي طبعا وسلام الجاري كابتن عادل عبد الرحمن. اهلا وكابتن وسام عرابي وسام حسني والعجيزي، منورين وبالتوفيق ان شاء الله. تجار عادل عبد الرحمن. حبيبي. دي جيره جميله. جيره حلوه دي. وكشري. بس ما بشوفوش خالص. والله والله انت الكسبان. على طول. بس عارف بيقعد فين. لا والله. لا حبيبي. بقول لك كابتن طارق، طبعا انت دربت مع كابتن حسن شحاته، وبعدين بعد كابتن حسن ما مشي من دفاع الجديد الحسني الجديد المغربي، انت مسكت مدير فني، وبعد كده مسكت في سريع وادي زم وعملت نتائج كويسه قوي، وتعرف الكثير عن الفرق المغربيه، ويمكن اعتقد ان انت خدت يمكن ثلاث مرات احسن مدير فني اجنبي في المغرب، صحيح؟ طبعا الحمد لله والشكر لله. والله يا كابتن ايمن يعني الاول توفيق ربنا وفضل من ربنا سبحانه وتعالى، والواحد الحمد لله بيجتهد وبيتعب، والحمد لله انت بتلاقي دوت، خاصه ان انت في بلد بتحب المصريين جدا، وبلد فيها الدوري قوي جدا رقم واحد، ده الاتحاد الافريقي اللي بيقول يعني على مستوى افريقيا، ولكن تخيل ان دوري كل سنه ما تعرفش مين هياخد الدوري في اخر مباراه او قبل اخر مباراتين، زي السنه دي اخر مباراه لغايه الدقيقه 88. صحيح. ما تعرفش مين هياخد الدوري. صحيح. بتكلم السنه دي بس، كل سنه ودوري قوي ودوري سريع، وانا كان ليا الشرف بصراحه ان انا اتواجد في هذا الدوري، ومن خلالكم برضو بشكر الكابتن حسن شحاته لان وجودي معاه هو اللي اعطاني الفرصه ان اكون موجود في الدوري ده واكمل، واحقق الحمد لله نجاحات، والحمد لله عملنا اسم كبير للمدرب المصري من خلال الدفاع الحسن الجديد اللي انا بشكرهم، ومن خلال سريع وادي زم اللي انا قعدت معاهم سنتين برضو بشكرهم، والحمد لله الواحد عامل بصمه هناك كويسه. اتمنى ان شاء الله ان المدربين المصريين ومنهم عندك كبيره الكابتن سامي عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن نفس الشيء، لو خد الفرصه المدرب المصري في اي مكان زي ما نجح الكابتن عادل في السعوديه، اعتقد ان الامور ان شاء الله هتبقى افضل، لان في قانون والقانون ده اعتقد ان بيتاح الفرصه لكل كل الناس ان هي تشتغل. انت يمكن يا كابتن طارق لحد ما انت يمكن متواجد حتى في التدريب المنتخب المصري مع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري والكابتن احمد ايوب والكابتن ايمن طاهر، يمكن كان بتجي لك عروض من المغرب برضه. اكيد، والكابتن سيد معوض والكابتن سيد معوض. وعلى فكره انا الحمد لله والشكر لله يا كابتن ايمن، انا الحمد لله لما يعني انا في يعني لما بيمشي مدرب من هناك من ضمن الاربع خمس اسماء بتتحط المدربين الاجانب او المدربين اللي موجودين، الحمد لله اسمي بيبقى موجود فيهم، فده شرف لي وشرف للمدرب المصري. انا اتمنى ان شاء الله ربنا يسهل الامور لكل المدربين المصريين، لان زي ما قلت لك كابتن ايمن والله عندنا مدربين كتير عندهم امكانيات، ولكن الفرصه بتبقى ساعات صعبه، لان في كل حته دلوقتي يعني انا اتكلم عن المغرب تحديدا، محطوط قانون من 3 4 سنين ان هو مدرب واحد يشتغل في الـ في الـ في الـ في الموسم، ما حصلش توفيق للمدرب ما بيشتغلش في ما يروحش النادي تاني، ما يروحش النادي تاني. اعتقد ان ديت دي بتدي بتتيح الفرصه للمدربين كتيره جدا ان هي تشتغل، من حقه ان هو يروح الدرجه تانية يعني، من حقه يعني، هم مدينه الحق ان هو ينزل درجه تانية عشان يقوي كمان الدرجه التانية لو هو حابب او النادي اللي عايز يتعاقد مع حاجه، ولكن في الاول والاخر خلينا نقول ان شاء الله القانون ده هيتعمل في مصر اللي انا عارفه قريب، وان شاء الله كل الناس يبقى عندها فرصه، وكل واحد بقى يثبت نفسه ان شاء الله، ويكون في توفيق للجميع ان شاء الله باذن الله. قبل ما نتكلم عن الوداد والرجاء عندكم النهارده واحد حبيبي قوي ما اعرفش، كابتن علاء ميهوب، انا عارف ان هو حبيبك جدا، محمد يوسف كمان لعب معايا بس دايما بستمتع بيكم يعني. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا كابتن طارق. بقول لك كنا عايزين نتعرف برضو عن تحضيرات واستعدادات منتخب مصر للمباراتين توجو اللي هتقاموا الشهر الجاي في نوفمبر ان شاء الله. بص هو ان شاء الله يعني خير، يعني احنا بنتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الماتشات بتاعت الزمالك وبتاعت الاهلي وبتاعت بيراميدز ان شاء الله ما يكونش فيه اصابات للعيبه، ما يكونش فيه اجهاد، اللعيبه تبقى في الوقت دوت ان شاء الله
لاعبين نهائي والبطوله كمان الكونفدراليه حققها بروميد، ان كل ده في الاول والاساس بينطبق على المنتخب المصري. يعني لما يجي لك اللعيب نفسيا مستريح، بدنيا مستريح، الامور بتختلف. فان شاء الله بنتمنى ان شاء الله التوفيق باذن الله، ربنا يوفقنا ويحالفنا، والماتشين دول ان شاء الله نكون واخدين 6 نقاط فيهم ان شاء الله، نقدر ان شاء الله ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. وحد هيجي من المحترفين في الخارج؟ ان شاء الله باذن الله. يعني باذن الله حبيبي نبتدي بقى. ماشي باذن الله. نبتدي بقى نتكلم على فريق الوداد. طبعا انت لحد السنه اللي فاتت كنت متواجد في المغرب كمدير فني، عايزين نعرف طريقه لعب فريق الوداد، لان احنا شفنا الماتشين الاخرانيين مثلا شفنا تشكيلين مختلفين تماما، شفنا في بعض الاوقات كان بيلعب بطريقه 4-2-3-1، وفوجئنا مره تانية في ماتش تاني 4-3-2-1، وبعدين بقى بيحط واحد قدام الاربعه اللي ورا، فلقينا في الماتش نفسه حتى كان الطريقه بتتغير. فعايزين نعرف منك ايه هي الطريقه اللي هم بيلعبوا بيها على ارضهم، وخصوصا في المباريات اللي هي المهمه. خلينا نقول هو تغيير الطريقه او عدم الانسجام، انك تلعب بطريقه واحده. ده مدرب جامونتي، ده مدرب ارجنتيني، هو مسك مكان جريدو الفتره الاخيره، اخر 5-6 مباريات، لان جريدو كان مسكهم بعد النجم الساحلي وما حصلش توفيق ومشي. ولكن اللي موجود دلوقتي المدرب الارجنتيني ده كان ماسك فريق حسنيه اجادير بقاله 3 سنين، فعايش الدوري المغربي وعارف اللعيبه ولعب قدامهم كتير بشكل كبير جدا. ولكن الظروف اللي حصلت للعالم كله وظروف كورونا خلت لعيبه كتيره جدا جدا محترفين ما يكونوش متواجدين في الفتره الاولى يعني. ولكن مع عوده الطيران في المغرب اعتقد الامور بدات ترجع وبدات تتحسن بشكل كبير بالنسبه للعيبه المحترفه. ولكن الوداد فريق كبير جدا وفريق قوي وفريق عنده شخصيه زي الرجاء زي الزمالك وزي الاهلي، ولكن في اعتقادي 4-2-3-1 الطريقه الانسب اللي بيلعب بيها الفرق المغاربه تحديدا 90% من المباريات، خاصه المباريات اللي على ملعب، لانه بيضغطوا ضغط عالي وبيبقوا محتاجين ان هم يبقوا قريبين من مرمى الخصم. كنا عايزين نعرف ايه نقاط القوه عندهم يا كابتن طارق. بص، هي نقاط يمكن الوداد الموسم دوت الدوري راح منه في اخر 5 دقائق، هو حامل البطوله الموسم الماضي، ولكن عنده لعيبه تقريبا في الجزء الامامي او نص الملعب بشكل جيد يعني. مشكله الوداد يمكن في خط الظهر شويه. خط الظهر شويه ما عندوش ثبات، لان الاثنين المدافعين بتوع الوداد الاثنين الاساسيين اللي كانوا بيلعبوا فتره كبيره جدا 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 موجودين، كانوا مصابين في القمار الافريقي طبعا، ومصاب واشرف داري. اشرف داري ده لعيب مغربي برضو فتره كبيره جدا اساسي، الاثنين دول مصابين بقالهم فتره كبيره. في اعتقادي قلب الملعب اللي بيلعب فيه دلوقتي مش زي اللعيب الاساسي اللي كان متواجد. يعني ممكن الاثنين ما يلعبوش بكره، لان انا قريت ان هم اكتمل شفائهم ولكن لسه ما دخلوش في المراحل الفنيه والمراحل البدنيه اللي هي تخليهم يبتدوا المباراه. ما اعتقدش يعني. انا اعتقد ان حمزه سرير هو الثيرد باك اللي هيكون موجود اساسي. وكمان عندهم مشكله حصلت النهارده، اصابه السعيدي، وده من اللعيبه المهمه جدا جدا، ربنا يشفيه. كورونا ربنا يشفيه. اعتقد يعني ما اعرفش الامور هتمشي بالنسبه لهم ازاي، ولكن عندهم لعيبه مهمه، عندهم وليد الكارتي لعيب مهم، عندهم بديع اوك لعيب ناحيه اليمين سريع، عندهم اسماعيل حداد لعيب من اللعيبه اللي بتلعب كوره وبتشوط في نفس الوقت والكوره تحت رجله. أيوة. ورجليه تقيله اشول. ايمن الحسوني. أيوة. عندهم راس حربه افريقي بيتحرك بشكل كبير جدا على كل كاسينجو كرة. اسمه كاسينجو بالظبط كده. ايوه. رضا كانوتي، احمد رضا كانوتي اللي هو حارس المرمى، طويل وبيطلع الكرات العرضيه بشكل كويس، بس هو داخل فيه نسبه اهداف كبيره جدا في ماتشات الدوري يا كابتن. ما بص انا بقول لك ايه، بقول لك عشان عندهم الاثنين المدافعين بقى لهم فتره كبيره جدا في قلب الملعب، غايبين بقى لهم فتره كبيره جدا. ايوه. على فكره برضه عندهم يحيى عطا الله اللعيب رقم 8 باك شمال، يعني تشكيلهم
90% منهم من اللي موجودين هم اللي بيلعبوا، هم ما بيغيروش كتير، ولا الرجاء ولا الوداد ولا يعني تشكيلهم ولعبتهم الاساسيه معروفه للجميع. ما اعتقدش النادي الاهلي او نادي الزمالك مش عارفين اللعيبه على الاقل 90%، التغيير هيبقى في واحد او اثنين زي ما بقول لك لو في اصابه. ولكن انا بقول ان النقاش لعيب خبره هيكون موجود، ده ما كانش موجود الفتره اللي فاتت، ده كان بيلعب اساسي بشكل كبير جدا قبل نيجي المدير الفني، ده كان بيلعب حتى مع جاريدو، ده النقاش ده بيلعب ديفندر لعيب نص ملعب، ممكن يكون كبير في السن شويه ولكن لعيب قوي جدا وبيجري كتير جدا، ممكن يحيى جبران هو اللي يحل مشكله الاثنين المدافعين ويرجع يلعب مدافع ويلعب النقاش في نص الملعب. احنا شفنا لهم في بعض المباريات ان هم بيعتمدوا اعتماد كلي على الكرات العرضيه وبيعتمدوا اعتماد اكبر على الكرات الثابته. اكيد ما انا بقول لك عندهم بديع اوكي لعيب سريع ناحيه اليمين، اسماعيل حداد لعيب ناحيه الشمال، وبيغيروا كمان مع بعض الاثنين، يعني ده ممكن تلاقيه هنا وده تلاقيه هنا. ولكن بقول لك ان بديع اوكي بيروح عشان يلعب الكره العرضيه. أيوة. يعني بيروح ناحيه اليمين بس بيعملها ساعات بيعملها على الارض، ساعات بيعملها لتحت، ما بيعملهاش يعني كل مره بيعملها عاليه، لا ساعات بيغير لان هو لعيب مميز جدا السنه دي، عامل موسم كويس. ونفس الشيء اسماعيل حداد وتكمله وليد الكارتي في ال 18، فدي كلها وناحيه اليمين هي الهجوم الاكثر او الاكثر من ناحيه الشمال لعب لطيف مصير لانه بيزيد بشكل كبير جدا ناحيه اليمين يعني الفقره. طب وبالنسبه للكرات الثابته بيطلع حد من ورا، حد بيكمل في نص الملعب، حد بيبقى على حدود ال 18 مستني الكره لما تنزل يعني؟ اكيد هم عندهم اكيد، لان الكرات الثابته هم دايما دايما شمال افريقيا مش بس الوداد ولا الرجاء ولا حتى المنتخب المغربي، المنتخب دايما يا كابتن ايمن شمال افريقيا مميزين جدا بالكرات الثابته اذا كان اللي ليهم او اللي عليهم. أيوه. ولكن انا اشوف الكرات الثابته اللي عليهم برضو دلوقتي فيها مشكله بالظبط على اساس غياب اللي بالزبط. انا بقول لك عليه، ولكن برضو ليهم لا عندهم ايمن الحسوني بيلعب بدماغه كويس، وليد الكارتي بيلعب بدماغه كويس، يحيى جبران بيلعب بدماغه كويس، الاثنين المساكين اكيد بيلعبوا دماغهم كويس. اعتقد ان مهمه جدا في الماتشات اللي زي دي الكرات الثابته ان انت تكون تكير منها يعني. انت قلت لي ناحيه الشمال بيعتمدوا عليه اعتماد كلي في الكور العرضيه بالذات، والانطلاقات من ناحيه الشمال هي الاكثر من ناحيه اليمين مش كده؟ لا اليمين اكثر، اليمين الاكثر اللي هي فيها بديع اوكا عبد اللطيف نصير اكثر بكثير. عبد اللطيف نصير بيتقدم على طول اكثر بكثير ناحيه اليمين، دي افضل بكثير. وخلي بالك برضو انا اشوف ان النادي الاهلي محظوظ في رحيل النهيري. النهيري من افضل اللعيبه اللي موجوده على فكره، كل الكرات الثابته 90% منها كرات ثابته اللي بره ال 18 والكرات الثابته اللي بتتلعب بالعرض يعني. ايوه هو احترف مشي من حوالي شهر كده، وعلى فكره هو هداف الفرقه يعني. النهيري دوت لعيب بيلعب باك شمال وبيلعب باك يمين وبيلعب مساك. ايوه ولكن الكرات الثابته اللي بره ال 18 مش القريبه البعيده كمان. ايوه بيشوطها زي ما بيشوطها كريستيانو كده، لو دخلت شفت اهدافه كلها هتلاقيها بيشوطها بوش رجله راحة بصوره غريبه جدا يعني. وكمان عرفنا ان ايوب الكعبي طبعا مع ان هو رجع لهم مره ثانيه انما برده مش هيقدر يلعب علشان لوائح الكاف. بالظبط لعيب راس حربه معروف في المغرب وكان احترف فتره كبيره جدا وفي الصين، وكان احترف وكان جاي له عروض هنا كثيره جدا، ولكن هو قبل ما يمشي يروح كان عامل مباريات كبيره جدا مع الوداد وكان هداف الفرقه ولعيب بيلعب منتخب، كان بيلعب مع هيرفي رينار، كان موجود في اللائحه بتاعت امم افريقيا كاس العالم. ولكن انا اشوف ان عدم وجوده برضو دي ميزه للنادي الاهلي. يمكن اخر ماتشين احنا تابعناهم ولقينا برضو يا كابتن في لما هم كانوا بيهاجموا وخصوصا بيهاجموا كمان من ناحيه اليمين بالذات بيبقى في مساحات كتيره جدا وكبيره ورا الباك رايت لما بيتقدم، وشفنا مساحات كبيره جدا كمان في نص الملعب ممكن الخصم او ممكن النادي الاهلي يلعب ويشتغل فيها ويعمل هجمات مرتده او كاونتر اتاك. اكيد بص يا كابتن ايمن هو طبعا دي تعتمد على المدير الفني للنادي الاهلي هو عايز ايه. هو هيضغط ضغط عالي من قدام ولا يقابل من ثلثين ملعب وبعدين يلعب على المرتده، ومين اللي هيعملها؟ عنده ناس صراع، عنده حسين الشحات، عنده هيحط جيرل. انا قريت لك تصريح يا كابتن النهارده بتقول طبعا انت في المباريات اللي زي ديت بتفضل طبعا الحرص الدفاعي
وكان عندك كده تصريح انا برضو كنت عايز اسالك فيه، ان انت بتقول انت بتفضل ان احنا نلعب او النادي الاهلي يلعب بثلاثه في نص الملعب، ولكن ديانج يكون قدام الاربعه الديفنس. بص، هو لما اتسالت انا في النقطه دي جزاب، خلي بالك انا ما بقولش دفاع دفاع لا، الدفاع يبقى دفاع منظم بس بهدف. ان انت بتلعب مباراتين، المباراتين انت عايز لا قدر الله ما يجيش فيك جول، وفي نفس الوقت انت عايز تعمل مرتده عشان تجيب جول. لانك انت لما بتجيب جول خارج ملعبك ده بيسهل لك امور كتيره جدا. مش الدفاع ان انا افضل مدافع وان افضل انا، لا مش بالصوره دي. ولكن انا شفت فايرا بصراحه لما كان موجود مع النادي الاهلي، لما كنت بتفرج على الماتشات في مباراه نادي الزمالك تحديدا ومباراه ثانيه، هو كان بيلعب بحمدي فتحي وسطوليه والو ديانج. ايوه انا بقول ان الو ديانج ما ينفعش يطلع من قلب الملعب من رقم 6 اللي هو قدام الاثنين المساكين، يا اما توديه قدام شويه الطرف يعني على قوس الدايره من ناحيه اليمين او عشان يكمل ناحيه اليمين، مش بتاعته. أيوه. ان هو الكواليتي بتاعه مش بتاعه، هو مميز جدا في قلب الملعب. ممكن اللي يعمل دي النمره 8 لعيب. أيوه. كورته افضل شويه ويقدر يروح في العمق شويه ويقدر عنده حلول. أيوه. انما ما اعتقدش الو ديانج ان هو يعمل لك الحل الهجومي زي ما هيعمله مثلا حد تاني يقدر يعمل نمره 8 ديت. هو أيوه. نمره 6 بالنسبه لي يلعب نمره 6. ايوه لعيب بيقطع كويس ولعيب قوي جدا، وانت السيرد باك اند بتوعنا انت محتاج حد في الحته دي. أيوه. زي ما بنيجي نتكلم على طارق حامد في الحته دي. اعتقد خلي بالك مهم جدا ان انت تطلع باقل خسائر في المباراه الاولى بس. اقل خسائر بالنسبه لنا ان احنا على الاقل مثلا تعادل ايجابي. بالظبط. وخلي بالك هو كمان انت لو احرفت هدف كمان بره دي زي ما قلت لك بتسهل لك الامور بشكل كبير جدا. صحيح. ان هدف هنا يعمل لك مشكله. ونفس الكلام بينطبق برضو على الرجاء اللي هيقابله نادي الزمالك. لا يختلف شويه فريق الرجاء. اقوى؟ يختلف اولا من الناحيه النفسيه دلوقتي، الرجاء دلوقتي كسبان الدوري. ايوه. الرجاء مكمل في البطوله العربيه. الرجاء عامل مباريات كلها فيها شكل قوي ناحيه هجوميه. ايوه. لان الحلول عند الرجاء او حتى دكه البدلاء عند الرجاء انا اشوف ان هي افضل من الوداد. ايوه. الرجاء عنده احتياطي وعنده اساس، لما تيجي تتكلم على الرجاء. ايوه. زي ما بنقول بتتكلم على عنده لعيبه كويسه قوي، يعني عنده أنس الزينيتي راس حربة حارس مرمى عنده ثقة كبيرة جدا في نفسه وبيلعب برجليه كويس. تكلم على بدر بنون من أفضل المساكين أو المدافعين في أفريقيا، وكل الكرات العرضية مميز فيها جدا جدا جدا، ولازم مراقبة صارمة لبدر بنون لأنه بيحطها كويس. عندهم سند المساك ده الليبي، ما أعتقدش إن هو يلعب لأنه مصاب، فبيلعب مكانه الحداد. فابريز باك ليفت شمال، ولكن عندهم ناحيه اليمين برضو دي المشكله في الرجاء، ان عمر بوطيب مش موجود مصاب بقاله فتره. أيوه. واللي بيلعب مكان بيلدر بيلعبوه ناحيه اليمين شاكيري مصاب نفس الشيء. أيوه. المشكله في الرجاء في الباك رايت هتبقى مشكله شويه، لان ممكن يتحط فيها سريدة او يتحط فيها حتى اي حد يكون ما لعبش فيها زي كده، ممكن يحط زريده ويحط المعكازي ديفندر، ممكن يحط اي حد فيها زي ما حط الماتش اللي فات كده. ولكن عندهم اربعه قدام مميزين جدا، نص الملعب عمر العرجون لعيب كوره كويس، زريده لعيب في نص الملعب، ديفندر المشكله في الاربعه اللي قدام، محسن متولي، فحصيزي، سفيان رحيل، سمالونجا. الاربعه عندهم مهاره وسرعه، اعتقد ان فريق الزمالك عارف الكلام ده كويس زي النادي الاهلي كده. المفروض ان انا كمدير فني او ان انا كلعيبه اتفرجت على الفرقه دي اكتر من مره من خلال الفيديو، وعارف العناصر اللي انا ممكن العب عليها واوقفها، لان اخطر حاجه في الرجاء نص ملعبه. والميزه بتاعت الرجاء عن الوداد انه عنده لعيبه يا كابتن ايمن احتياطي كويس. ايوه. عنده ايوب مناح لعيب كويس بيلعب راس حربه وتحت راس الحربه بيهاجم يعني. عنده بن حليم. بن حليم ده لعيب كويس راجع من اصابه. أيوه. موجود برضه. فاعتقد ان الامور بالنسبه للاهلي وللزمالك وللرجاء
وللوداد. ايوه انا بقول 50% لكل الاطراف، لان الاربع فرق كبار جدا 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 ومميزين وعندهم خبرات، وكل واحد فيهم محقق بطولات كبيره جدا 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 على المستوى. اخر سؤال يا كابتن طارق، هل الحاله النفسيه هتتاثر لنادي الوداد بخساره الدوري؟ بص ما اعتقدش، لان الوداد زي ما قلت لك فريق كبير جدا، وهو احرز الدوري بقاله يعني فتره كبيره جدا، هو اللي بياخد الدوري يعني في السبع سنين اللي فاتوا تقريبا خدها تقريبا مش عارف اربع خمس مرات، لان لما يضيع الدوري منك في في في, في اخر مباراه وفي اخر خمس دقائق، يعني الوداد كان ممكن ياخد الدوري لغايه الدقيقه 88. ايوه يا 89 الرجاء جاب جول. فما فيش تاثير بصراحه، يعني ولا المكتب المصري اثر، ولا الجمهور اثر، ولا اللعيبه اثرت، ولا الجهاز اثر. كابتن ايمن انا بقول ان الزمالك والاهلي محظوظين ان المباراتين دول هيتلعبوا بدون جمهور. الجمهور بتاع المغرب مختلف بشكل كبير جدا، جمهور الوداد وجمهور الرجاء. جمهور بيشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه. استاد محمد الخامس صعب جدا جدا جدا. أيوة. واعتقد اللي لعب عليه يعرف كده. صحيح. تحليل رائع جدا من كابتننا كابتن طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر، شكرا جزيلا كابتن طارق، وهنطلع فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا نجوم الاستوديو التحليلي، ارجوكم انتظرونا. من استاد القاهره بنلقي اليكم كابتن اسامه، يمكن مواجهاتنا مع دول شمال افريقيا بيبقى ليها طابع خاص، طابع غير لما تلعب دول افريقيه. مظبوط، دول شمال افريقيا شويه عندهم التنظيم الدفاعي، بيهتموا بالتنظيم الدفاعي كتير عن دول افريقيا السمراء. يعني لما بنيجي نلعب سواء منتخبات او انديه زي الوداد الرجاء مولدية كل الفرق دي سواء زمان أو دلوقتي، عامة الشمال الإفريقي حتى بما فيهم مصر عندهم التنظيم الدفاعي بيبقى مهتمين بيه أكتر من الدول السمراء. قلت لك الأفارقة يمكن مع المدربين الأجانب ابتدوا يجولهم الفترة الأخيرة، مع الاحتراف الأوروبي اللي حصل ابتدى يبقى عندهم يعني شكل في النواحي الدفاعية أفضل بكتير عن قبل كده. أيوة. كانوا بيلعبوا لعب كله بيعتمدوا قوي على المهاره والجزء الامامي، وما بيركزوش قوي في النواحي الدفاعيه. أيوة. زي ما كنا بنقول، بس طبعا مع الفارق الكبير، يعني لما نتكلم على منتخب البرازيل زمان كان يقول لك مثلا ممكن يجي فيها جون واثنين واجيب انا اكتر، المهم ان انا بلعب لعب هجومي ممتع. منهم دول كتير قوي على فكره لغايه دلوقتي برضو الاهتمام بالنواحي الدفاعيه موجود طبعا، ولكن مش بالدرجه الكبيره زي جنوب افريقيا، زي فرق كتير من جنوب افريقيا بيهتموا بالشكل الجمالي والهجومي اكتر. لكن دول شمال افريقيا من زمان محتكين بالاوروبيين ومحتاجين بمدربين عالميين كتير في الانديه والمنتخبات، فتملي ماتشاتنا معهم تبقى صعبه. وكمان بجانب الموضوع ده، العرب مع العرب ده طبيعي ان كل واحد بيبقى عايز يبقى هو اللي بارز. يعني انت لما في امريكا الجنوبيه مثلا بتيجي البرازيل وارجنتين تلاقي ماتشات شرسه جدا، هنا الجزائر والمغرب تلاقي ماتشات شرسه جدا، مصر والجزائر تبقى ماتشات شرسه، مصر والمغرب او الانديه يعني تونس الترجي والاهلي او الترجي والزمالك، لان عرب مع عرب بتبقى برضو كل واحد عايز يقول انا اللي ملك المنطقه دي او ملك او رقم واحد في المنطقه العربيه. كل الدول اللي جنب بعض حتى الدول الاوروبيه اللي تلاقيها لازقه مع بعض او قريبه من بعض تلاقيها فيها تنافس شرس جدا. فبجانب الجوانب التنظيميه الدفاعيه هم برضو حته ان المنافسه في المنطقه الواحده اللي هي العربيه كل واحد بيبقى عايز يبقى متفوق، فعشان كده الماتشات بتبقى فيها صعوبة. بما اننا بنتكلم عن الوداد المغربي يا كابتن اسامه، معانا المشوار الافريقي لنادي الوداد. يمكن نادي الوداد في المشوار الافريقي لعب 10 مباريات، فاز في 5 مباريات، هزم مباراتين وتعادل 3 مباريات،
له 18 هدف وعليه 8 اهداف. بص هي المعدلات تعتبر جيده يعني فرق الاهداف 10 بس اللي انا عايز اقوله ان ده ما بيبقاش مؤشر نهائي للمستوى الفريق. ده في على مستوى الافريقي، ولكن على المستوى المحلي مشوار الوداد برضو خلال الموسم 2019-2020 لعبوا 30 مباراة، طبعا خسر في الأسبوع الأخير أو في الدقيقة الأخيرة، ترتيبه الثاني، عنده من النقاط 59 نقطة، كسب 17 مباراة، هزيمة 5 مباريات، وليه أقوى خط هجوم في الدوري المغربي السنة دي 52 هدف، وعليه عدد جوال كبيرة. أنا شايف بالنسبة كتاني واحد كان بينافس على بطولة الدوري عليه 28 هدف، دي تعتبر نسبة كبيرة، كأن هدف تقريبا كل مباراة. مظبوط، يعني يمكن في المباريات الإفريقية 18 و8 أهداف عليه نسبة تعتبر جيدة، رغم أنه مش قلت لك مش مؤشر نهائي لأنه مستوى المباريات مختلف، يعني دور ال 32 أو ال 64 غير دوري المجموعات، غير الدور اللي قبل النهائي اللي هو لعبه مع النجم الساحلي كسب 2 واتغلب 1، ماتشات صعبة، لكن في ماتشات تانية جاي فيها أهداف عالية قوي 4 زي ما الأهلي كسب فرقة اسمه دي 9-0 يطلع بره السوداني، فدي مش هتبقى تبين المستوى قوي. لكن الدوري هو جايب 59 وعليه 28 فعلا زي ما انت قلت، 28 هدف في 30 مباراة، معدل هدف في كل مباراة، يعني فعلا تحس انه في مشكلة شوية في الخط الخلفي. صح. ويمكن احنا لما نيجي نتكلم بالتفصيل فعلا هو اقل خطوط الفرقة. مظبوط. وكمان حصل فيه تغييرات كتيرة. صحيح. زي ما حصل مع النادي الاهلي اصابات كتيرة في الخط الخلفي. صحيح. هم برضو نفس المشكلة هتواجههم بكرة. مظبوط. واخرهم صلاح الدين السعيد اللي هو اساسا وسط ارتكاز. ويمكن يعني انا يمكن كنت مع مستر مارتن يقول لعبنا ضده مبارتين وشفته اكتر من مباراة، كان بيلعب في نص الملعب خطير جدا وفي الضربات الثابته ولاعيب هايل، دلوقتي هو بيلعبه في قلب الدفاع. أي. عشان في عجز عنده. أي. شيخ كوماره مصاب. نهيري برضو ساعات كان بيلعب سيرد باك وساعات بيلعب باك مش موجود. محمد رحيم مش متأيد، وسمعنا كمان ان الصعيدي عنده احتمال يكون عنده كورونا. فهتبقى عنده مشكله كبيره في الخط ده، فواضح انه عندهم مشاكل شويه في الخط الخلفي. بس خط الهجوم يعتبر جيد. قوي، لان عندنا طبعًا. حتى طبعًا. ترتيب الهدافين في الوداد عندنا كاسينجو جايب 8 اهداف، ده في المشوار المحلي. يحيى جبران جايب 8 اهداف، اسماعيل حداد 7 اهداف، وبديع اوك جايب 5 اهداف. ما هو ده الخط الامامي، بس يحيى جبران وسط ارتكاز. هاي. بس هو بيشوط ضربات الجزاء فعشان كده اهدافه كتيره شويه. لكن الثلاثي الامامي ده احنا لو حبيت نقول تشكيل الوداد المتوقع ولا نتكلم؟ لا هنتكلم عنه، هنتكلم احنا هنتكلم بصفه عامه على دول شمال افريقيا. انت قلت شمال افريقيا بصفه عامه. ماشي. زي ما قلت لك عندهم تنظيم دفاعي جيد عامه هم، لكن يمكن الوداد عنده مشكله شويه في النواحي الدفاعيه. يمكن لو كان جريدو هو اللي مستمر كان هيلعب بتحفظ دفاعي، وده شفناه مع النادي الاهلي لما كان بيلعب مع النجم الساحلي. كان بيلعب 5 كمان ورا. صح. وكان متحفظ حتى في ملعبه. صح. لكن احنا ما نعرفش لسه اسلوب جاموندي اللي هو الـ 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 الارجنتيني بيلعب بشكل هجومي في الماتشات الاخيره حتى في وسط الملعب. يعني جاريدو كان بيلعب باتنين ارتكاز. صح. غالبا يحيى جبران وابراهيم النقاش او حمزه اسير جنب النقاش او جنب جبران، وبعدين 3 وبعدين 1. لكن هو الماتشات الاخيره كلها بيلعب بيحيى جبران بس وسط ارتكاز، وشماله ويمينه ايمن الحسوني ووليد الكارتي، والاثنين دولت اساسا وسط مهاجم. أيوة. مش وسط على الاجناب، يعني أيوة. دول هو بيلعبوا يمين وشمال. هو عموما هنتكلم فيها لما نيجي نقول تشكيل الوداد. ماشي. لكن انا بقول لك انه بصفه عامه واضح طبعا من ال 28 هدف اللي دخلوا فيهم ان عندهم مشكله شويه في الخط الخلفي. صحيح. لكن الخط الامامي هو الخطر فيهم. اللي هو اسماعيل الحداد بصناع الاهداف كمان، يعني احنا عندنا صناع الاهداف كمان، عندنا وليد الكارتي طبعا عامل 4 طبعا، ايوب الملود ده عامل 3، اسماعيل حداد فعلا زي ما انت قلت 3،
وبديع كمان عامل ثلاث. يعني الخط الامامي عندهم بيجيبوا جوان وحتى وسط الملعب بيجيب جوان، يعني صح. ايمن الحسوني ووليد الكارتي بيعرفوا يكملوا ورا كسادي كازونجو وبيعرفوا يجيبوا جون. صحيح. ويمكن وليد الكارتي قبل كده جايب هدف في النادي الاهلي في المباراه اللي هم كسبونا فيها. انا اعتقد وليد الكارتي جاب هدفين فينا مش كده؟ هدفين جاب فيهم اخير اللي هو كان لسه ونجم بيلعب ولعبها بالعرض وحطها بدماغه لان هو بيكمل كويس قوي في فبيعرف يجيب جون برده. فهو فرقه جيده بالذات في الخط الامامي، لكن الخط الخلفي فيه مشاكل شويه. كابتن عادل، دول شمال افريقيا لما بتلعب بعضها او بتلعبنا مختلفه تماما لما يجوا يلعبوا حتى انديه من افريقيا. بالظبط كده. بص يا كابتن، يمكن انا هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. الغرب افريقيا وغير الشمال خالص، غير شمال افريقيا، لانه الغرب والافارقه دائما دي فاترينا لاوروبا. خلي بالك، يعني البطوله الافريقيه دي فاترينا لاوروبا بيسفرهم. اما شمال افريقيا ممكن تكون انت لعبت قدام لعيبه الترجي مثلا خمس ست بطولات سبع بطولات، لكن ما تقدرش تلعب قدام اسك ابيجيان. هتلاعبهم السنه دي، السنه الجايه تلاقي 15 لاعب خارج الفرقه خالص بيسافروا بره. فالاهداف مختلفه، عشان كده شمال افريقيا بتبقى اقوى لان بيبقى عندهم استمراريه، اللي هم جزائر وتونس ومصر، ولما بيجوا يلعبوا المغرب لما بيجي يلعبوا بعض عندهم استمراريه. انت تكون لعيبه اللعيب ممكن خمس ست سبع ثمان بطولات، لكن الناحيه الثانيه اللعيبه بتحترف على طول بره. حتى كمان لو رجعت بطوله افريقيا من التسعينات تلاقي انه كان في نجوم كبار قوي وبعدين يروحوا اوروبا. لكن في الوقت الحالي انت بتشوف كل اللعيب صغير بيطلع اوروبا صغير، فما اللعيبه اللي بتلعب في غرب افريقيا دول بيبقوا لعيبه مش سوبر قوي، ولكن حتى منهم اللعيب الصغير اللي بيبدا عشان يسافر بره. ايوه. الحاجه القريبين كمان احنا من تكتيك بعض كتير قوي. يمكن انت الخطوه الاولى عندك التنظيم، كان شمال افريقيا كله مغرب جزائر تونس مصر، اربع منتخبات، اربع بلاد فيهم الانديه بتاعتهم كلهم السمه والصفه واحده في الكوره، ولكن بتختلف شويه من المغاربه ان هم عندهم الحته الهجوميه اكتر. اكتر من ما يعني مثلا اكتر من الجزائر. الجزائر الحته الدفاعيه بتاعتهم اقوى واكتر. مثلا تونس برضو من مناصفه تونس ومصر زي بعض، بنهاجم كويس وبندافع كويس. الجزائر تدافع كويس وهجومها اقل، انا بتكلم على تاريخها. طول الوقت المغرب يهاجم كويس ودفاعه بيبقى اقل، ودي علشان العرض بتاع لعيبه اوروبا. اللعيبه المغاربه دايما تلاقيهم في الحته الهجوميه، بيحب الحته الهجوميه، حتى في بطولات افريقيا تلاقيهم جايبين ارقام كتير، علشان برضو دي فاترينا ليهم ان هم يسافروا بره. واللغه بتفرق قوي يا كابتن ايمن. يمكن اللغه بتوع شمال افريقيا مثلا الثقافه بتاعت اوروبا تلاقي عندهم في فرنسا بالذات، المغرب فرنساوي، وتونس كمان يعني تبص تلاقي يعني مثلا على سبيل المثال عايز اقول لك انه تحضيرات المغاربه والتوانسه بتبقى افضل من تحضيرات الدول الاخرى، يعني التحضيرات في المباريات، لانهم فكرهم فكر اوروبي شويه. ولكن انا اقدر اقول لك انه ان الوداد، يعني احنا مش هندخل طبعا في التكتيك دلوقتي، احنا محضرين حاجات كتير، ولكن انا شايف انه المدرب الجديد الارجنتيني عامل حاجه مهمه قوي يا كابتن ايمن. اولا انا ارقامه فعلا يا كابتن أولاً عادل. اولا يا كابتن سيبك من الارقام الاول. هو جاي منين؟ دي مهم. ده كان ماسك القطاع لا كده لا الايام اللي فاتت كان ماسك حسن كان ماسك من ثلاث سنين. انا مش دعوه بالاهم ايه قبل كده. الاهم ان هو كان متواجد في النادي. هو كان مدرب مدير فني او المدير الرياضي والقطاعات في نادي الوداد السنه دي. شغال. هو ليه رئيس النادي جابه؟ جابه علشان يدخل على طول في المنظومه، لان هو شاف اللعيبه وعايش جوه النادي. ما ياخدش وقت قصدك يعني. وهو اللي بيبيع وبيشتري. وهو اللي بيصرف اللعيبه وبيجي وبيجيب. خلي بالك. علشان كده هو اللي جايبه. جابه يمسك مدير فني. انت عارف انه اشتغل الدوري كله من المدرج. انت عارف كده؟ ما نزلش اول مره المدرب ممكن يقعد على الدكه
المباراه بتاع بكره. لكن هو بيدير المباريات كلها بيديرها من المدرج صحيح، علشان اللوائح في المغرب صحيح بالنسبه للتدريب صحيح. فهو من المدربين اللي حافظ شويه على الحته الدفاعيه عندهم صحيح. عكس جرين لما كان موجود صحيح. هو بدا دلوقتي هو اللي حافظ على الحته الدفاعيه، بدا يفكر في الحته الدفاعيه صحيح. عنده اضطرار مثلا ان هو عنده صلاح الدين السعيدي لما جابه من الارتكاز لسيردي باك تاني، لانه كان عنده شيخ كمار وكان مصاب، بس انا افتكر انه على فكره انه ممكن فرصته كبيره قوي في اللعبه بكره. هيبدا المباراه بكره جنب نجم الدين، يعني في معلومه بكده، يمكن عندي معلومه ان هو رجع خلاص يعني حتى هيلعبوا ليه، علشان كان صلاح الدين السعيدي لما جاله الكورونا وفي شك في الكورونا زودت لعبه حتى لو مصاب وما اكتملش اصابته هيلعب وهيجذب بيه لانه ما عندوش خالص، ما عندوش. ويمكن ان شاء الله وجهه نظري ان السرد باكين بتوعهم من اكتر مكاسبنا بكره ان شاء الله. ان شاء الله ربنا. فلما نيجي بقى للتكتيك نبقى باذن الله هنخش على طول بقى كابتن اسامه على فرقه الوداد. يمكن اخر تشكيل في المتواجد مع حضراتكم ان هم لعبوا 4-3-2-1 كويس، و هم كسبوا طبعا المباراه الاخيره ولكن خسروا الدوري. خسروا الدوري في اللحظات الاخيره. هو الوداد بيلعب 4 يعني مشابه للنادي الاهلي صحيح. 4-3-3 ساعات وبيقلبها في النواحي الهجوميه ل 4-1-4-1. طبعا اقوى خطوط الفريق الوداد المغربي الفريق الخط الامامي بتمثل في كاسينجو راس الحربه، اسماعيل حداد وبديع اوك، دول اخطر 3 لاعبين في فريق الوداد صحيح. علشان كده النهارده الخط الدفاعي للنادي الاهلي عليه عامل كبير وعليه شغل كبير وعليه تركيز كبير خلال 90 دقيقه خاصه الاثنين الاطراف الباكين بتوع النادي الاهلي كويس. بتمثلوا بقى في موسمين حسب ما يحط فتحي محمد هاني علي معلول، سواء مين بقى شمال يعني هيبدا بفتحي زي ما كان بيبدا في الدوري، حط علي معلول من اول المباراه، محمد هاني باك رايت. فالنهارده اللي هيلعب على الباكين باك رايت باك ليفت للنادي الاهلي لازم النهارده عمليه الثبات مهمه كويس. ما ينفعش علي معلول بيمتاز بالنواحي الهجوميه والانطلاقات على طول لا، لو بيبدا النهارده لازم يقف شويه، لازم يبقى رقم واحد عنده ان انا بامن الناحيه الدفاعيه وتاني خطوه هي الناحيه الهجوميه. حلو. مش الخطوه الاولى هي الناحيه الهجوميه. حلو. في حاله الهجوم بقى لما علي معلول يطلع ويتقدم، علي معلول اكيد هيطلع ممكن. حلو. لو هو بادئ مين يبقى في الحته بتاعته ورا؟ اقرب ديفندر. مش علي معلول بقى ده النهارده يبقى احمد فتحي لازم يقف او محمد هاني باك رايت. ده كويس. لازم الاثنين المساكين بيقفوا، يبقى كانك بتلعب 3 ورا كويس. لازم عندك واحد ارتكاز بيميل شويه في الناحيه بالزبط. اللي بيطلع فيها الباك بالزبط. فيبقى انت النهارده عندك مأمن ب4 لو اتعملت عليك هجمه مرتده، يبقى انت مأمن ب4 واقفين النواحي او الالتزامات بتاعت اللعيبه دي لازم تبقى ثابته طول المباراه كويس. بس انا بفضل لازم الباكين يبقى فيه عندهم شويه هدوء في الاول، خاصه اسماعيل حداد لعيب مميز، لعيب بيعرف يسجل بيعرف يعدي، كمان بيمتاز بضربات الراس في الكرات العرضيه زي ما كابتن طارق مصطفى قال ان بديع اوك بيروح ويعمل عرضيات كتير صحيح. فاللي بيدخل ال 18 كاسينجو ووراه اسماعيل حداد صحيح. فالنهارده لازم يبقى فيه رقابه جيده. النواحي الهجوميه بتاعه الوداد لما بيقلب ل 4-3-3 بيقلبها بقى 4-1-4-1. مين اللي بيثبت عند فريق الوداد؟ يحيى جبران. يحيى جبران هو اللي بيأمن الخط وسط الملعب لفريق الوداد وبيدي حريه لوليد الكارتي وايمن حسوني. دول عندهم انطلاقات هجوميه، الاثنين بيلعبوا صناع لعب. والثلاثه لعبوا اخر مباراه على فكره. والثلاثه موجودين وبيسجلوا. ايمن حسوني بيلعب الكرات الثابته كلها في فريق الوداد، طبعا يحيى جبران هو اللي بيشوط ركلات الجزاء حتى مسجل 8 اهداف. لكن وليد الكارت وايمن حسوني بيدوا كمان زياده هجوميه للخط الامامي لفريق الوداد، هو ده الخط الاقوى فريق الوداد. فعلشان كده النهارده التركيز خلال 90 دقيقه مطلوب من دفاعات النادي الاهلي، مش الدفاع بس، ده محمد الشناوي. محمد الشناوي لازم يصحصح اللعيبه اللي قدام وبالكلام بالتركيز على طول صحيح. الباكين عليهم عامل كبير زي ما قلنا، الباك رايت والباك ليفت للنادي الاهلي. لكن انت طول المباراه ما ينفعش ان انا رايح هناك هفضل ادافع 90 دقيقة طبعا، خلاص الفكر ده اتغير طبعا. دلوقتي النهارده عشان تقدر تحط السيطرة بتاعتك في المباراة، موسيماني بيلعب على عملية الاستحواذ للنادي الاهلي، شفناها في الثلاث اربع مباريات اللي لعبها،
دايما هو بيحب اللعيبه اللي بتتحرك بدون كوره. لو انا معايا الكوره بباص وما بوقفش، لا باخد مكان عشان عمليه الاستحواذ. حتى شفناها في مباراه المقاولين، شفناها في مباراه انبي، شفناها في مباراه بيراميدز. ناقص لاعب عندك صحيح تبدا تدور الكره من اليمين للشمال. فريق الوداد ممكن يديك الجزء ده، بس يدولك فين؟ في الجزء الخلفي عندك. وفريق الوداد مش من الفرق اللي بتضغط ضغط عالي. هو حتى لو بيلعب جمهور بكره اللي فيش عالي بيعمل ايه؟ ممكن ماتش زي دوت يا كابتن حاسم وهو عنده الفرصه في ملعبه. ما انا هقول لحضرتك هو النهارده فريق الوداد بيسيب لك تلت ملعب كويس، تلت التحضير بتاعك. يعني انت قصدك ان هو مش هيضغط علينا من قدام؟ ممكن ما يضغطش. السيناريو ان هو متوقع انه يضغط عليك من ضغط عالي من فوق، ممكن يسيب لك ثلث الملعب. عمليه التحضير بتاعتك وعمليه لما بتدخل نص ملعبه هو بيعمل الضغط هنا وبيعمله ضغط عالي جدا وشراسه في منطقه نص الملعب. اول ما بيقطع الكوره بقى بيعمل عمليه الانطلاقات السريعه، اوكو اسماعيل حداد وكاسونجو في خط ظهر النادي الاهلي. فعشان كده النهارده وانت بتحضر او عمليه الضغط، الوقفه الدفاعيه مهمه من ياسر ابراهيم، من ايمن اشرف، من حمدي فتحي لعب مساك، محمد فتحي وخط الوسط. النهارده وانا بحضر لازم اللي بيقف قدام المساكين بقى الحامي ليهم اللي في حته القلب دي. فالنهارده دي مهمه جدا ان هو مش هيضغط عليك الضغط العالي، هيسيب لك الحريه انك تضغط، بس لما تضغط نص ملعبه بيعمل عمليه الضغط السريع علشان يبدا يعمل الانطلاقات في خط ظهرك، وخاصه من ورا الباكين، من حته اسماعيل حداد ومن حته بديعه. دي اللي لازم تامنها بشكل كبير. مباراه بكره علشان ربنا يكرمنا بيها حاجتين مهمين جدا بكره. اول حاجه عمليه الاستحواذ كويس. ودي اللي هتميزك وهتديك الافضليه بكره. تدوير الكوره دايما، الكرات القصيره دي هتزهقهم، تخلق لك فرص، بتديك ثقه، بتمتص الحماس بتاع اللعيبه. النهارده فريق الوداد خسران الدوري في اخر 5 دقائق. انا ضد الناس اللي قالت ده النادي الاهلي ليه افضليه بحصول الرجاء. لا، ده النهارده فريق جريح. صح. الفريق اللي المتعور بلغه الكوره عايز يعوض. اللعيبه عندها حماس وعندها دافع، مش عايز يطلع من الموسم بدون بطوله. مزبوط. فعايز النهارده يعوض. السنه اللي فاتت بيوصل للفاينل بيخسر بفعل فاعل. 2017 بياخد البطوله، فهو رجليه في الكره الافريقيه. مزبوط. يعني الوداد اسمه موجود قريب. مزبوط. الاهلي قريب من الترجي، من مازيمبي، الوداد حط اسمه في الحته دي. فالنهارده مباراه بكره مباراه صعبه. ايوه. موسيماني لازم يحضر لها تحضير كويس. طبعا انت النهارده ما بتلعبش السيناريو بتاعك من اول مباراه، عندك برضو خط او دكه بره تقدر تدور المباراه، عندك بدائل بره ممكن تغير بيها سواء في الناحيه الهجوميه وتنشط، او سواء في الناحيه الدفاعيه لو عايز تعمل جبهات وتامن ممكن تحط ايمن اشرف في الباك رايت في الباك ليفت. النادي الاهلي الحمد لله عنده برغم النقص العددي في الاصابات، الاصابات المهمه اللي عندك خاصة في خط الظهر رامي ربيعه ولا سعد سمير او متولي، لكن عندك الحمد لله برضه وفره في اللعيبه، عندك لعيبه بتقدر تحل في الملعب زي احمد فتحي وزي ايمن اشرف وزي حمدي فتحي وزي ديانج حسين الشحات فالحمد لله بكره يعني الامور ان شاء الله مبشره، ولكن يبقى حاجه واحده توفيق ربنا سبحانه وتعالى. الحاجه الثانيه حاله اللعيبه يوم المباراه. مزبوط. دي هي العامل الفيصل، توفيق ربنا، ثم الحاله الفنيه والحاله البدنيه وحاله اللعيب يوم المباراه. ان شاء الله يكونوا في احسن حالتهم ان شاء الله. الله. كابتن هاني، كابتن اسامه اتكلم على ان النادي الوداد ممكن بكره ما يضغطش من قدام. طب هل بكره ممكن في بدايه المباراه مستر موسيماني يفاجئنا ويضغط هو في بدايه المباراه او اول ربع ساعه على الاقل من قدام ملعب الوداد؟ لا ما اعتقدش يا كابتن، صعب جدا، صعب جدا. انت النادي الاهلي وبيلعب بره ملعبه على اساس ان هو يحرز هدف مبكر، يخطف هدف مبكر. بس ما ينفعش اول المباراه، ممكن بعد يعني بعد تلت ساعه او ربع ساعه تبدا ان انت تشوف الجو، حاول تمتص حتى الحماس بتاع لعيبه الوداد. لان طبعا لعيبه الوداد نازله زي ما كابتن اسامه قال، نازله خسرانين بطوله مهمه زي الدوري المغربي. فهيبقى نازل هو ما فيش قدامه دلوقتي ان هو ياخد، عايز ينافس على بطوله ابطال افريقيا. فطبعا
حته ان هو ينزل مستر موسيماني ينزل من اول الماتش ضاغط ما اعتقدش. اعتقد ان هو هيأمن الاول يلعب زون الاول نص ملعبه لحد ما يشوف الدنيا هتمشي ازاي. بعد كده يبدا يشتغل اسكان بقى هيضغط من قدام، لان احنا شفناه في الماتشات الدوري وماتش بيراميدز فعلا كان عمل الحته دي، حته الضغط العالي كان بيعملها فعلا في 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 اوقات من المباراه. فما اعتقدش ان هو ممكن يعمل كده، لكن هو ممكن يلعب يعني يعتمد على حاجه تانية، ممكن يعتمد على حاجه تانية، لان انا شايف ان في مشكله عند نادي الوداد في عدم رجوع الخط الامامي يا كابتن ايمن. عندك حوالي اربع لعيبه اللي هو بديع اوكو واسماعيل الحداد وايمن الحسوني ووليد الكارتي، دول الرجوع بتاعهم قليل. صح، في مساحات كبيره. بالظبط بالظبط بالظبط. الكونتاكت بينهم وبين يعني مثلا بديع اوكو وعبد اللطيف نصير، الكونتاكت بتاعهم في حته الدفاعيه، مش بتكلم في الهجوميه، بالحته الدفاعيه دي بيبقى قليل جدا. لان عبد اللطيف نصير اللي هو الباك رايت ويحيى عطيه الله اللي هو عطيه الله تقريبا، دول غالبا بيبقوا لوحدهم كتير، لان يعني الحته الدفاعيه زي ما قلت بالنسبه للخط الهجومي بتبقى ضعيفه شويه. لكن طبعا اعتقد ان مستر موسيماني زي ما الكابتن سامي قال برده ان هو هيقدر اول حاجه ان هو يركز فيها ان هو يستحوذ على الكوره، لان ده اللي شفناه برده في الثلاث ماتشات اللي مسكهم، الراجل بيلعب كوره على الارض، ما بيعتمدش على الطويل خالص. مع ان انا شايف ان المباراه دي مهمه جدا ان انت ممكن تغير طريقه لعبك وتلعب على الطويل. لو عندك مثلا واحد زي بادجي ده يعني ده انسب حل للراجل ان هو يلعب عليه يعني. وبرده في برده يعني عندك الشحات وعندك ان شاء الله باذن الله اجايه، الناس دي الناس اللي بتلعب قدام دي عندهم بيبقوا محطه كويسه قوي ان انت تقدر تقف على كورتك وان انت تستغل المساحات اللي هتبقى في الحته اللي هي ورا الباكين. طبعا محتاج سرعات برده. اكيد اكيد. انا اعتقد ان جيراردو هيبقى ليه دور في المباراه دي. انا اعتقد يعني انا حاسس ان الراجل فعلا يعني حتى ممكن يبقى ليه دور الشوط الثاني. ممكن، لان طبعا الشوط الثاني طبعا هيبقى برده الضغط هيبقى عليك اكتر، لان طبعا طول ما الوقت بيعدي وانت متعادل او انت عامل نتيجه كويسه، فبالتالي الوداد هيبقى عندهم شراسه اكتر ان هم عايزين يحققوا نتيجه كويسه، لان طبعا في شوط ثاني في القاهره. صحيح. فهم كل تركيزهم ان هم عايزين يكسبوا المباراه. فزي ما قلت لحضرتك يا كابتن ايمن، انت لازم تستغل الحته اللي ورا دي، لان يعني هي دي اللي هتكسب النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا التشكيل هنتكلم فيه بعد كده، بس انا عايز اتكلم برضو على كام لعيب في فرقه الوداد. يعني الحته اللي قدام دي كلنا اتكلمنا فيها وقلنا ان هي مهمه جدا. عندك برضو كابتن ايمن الراجل يحيى جبران، ده الراجل ده مهم جدا في تشكيل النادي الوداد، بيعتمدوا عليه ان هو راجل يعني بيجري كتير جدا ومالي حته السته دي لوحده. ساعات الكارت لما بيطلع، لان الكارت كلنا عارفين ان هو لعيب مهاري وبيحب ان هو بيزيد، هو ايمن حسوني، فالراجل ده يعني قفشه برضو لو حطه هيبقى ليه دور كبير في الحته دي، ان هو يقدر ان هو يستغل ويعمل الثغرات، يستغل الثغرات اللي بين خط الظهر وبين خط الوسط، ان هو يبقى فيه مساحات كتير جدا في الحته دي. طبعا مع المساعده طبعا ان شاء الله باذن الله ديانج والسوليه او حمدي فتحي، لو نشوف مين اللي هيلعب فيهم، لان لسه ما نعرفش الراجل هيبدا بحمدي فتحي سيرد باك ولا هيبدا بيه في وسط الملعب. فاعتقد ان المباراه بكره هتبقى يعني مش هقول مفتوحه، لكن هيبقى فيها كلام كتير جدا، هيبقى فيها كلام كتير جدا وفيها تفاصيل كتير قوي. واعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله لو الراجل اشتغل على التشكيل المناسب في المباراه دي، اعتقد ان شاء الله احتمال كبير قوي ان شاء الله باذن الله يعني ان انت تخلص المباراه من وداد باذن الله. يا رب ان شاء الله. عموما هنرجع نكمل حديثنا الشيق مع نجومنا الكبار ولكن بعد الفاصل. مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وكنا قبل الفاصل بنتكلم على فرقه الوداد وعلى طريقه اللعب والتشكيل و الاسلوب اللي هيلعبوا بيه بكره مباراه الاهلي. كابتن اسامه، احنا كان معانا التشكيل طبعا اخر مباراه للوداد، وانت قلت لي ان هو الراجل بيلعب في التشكيل شويه، يعني اخر مباراتين بالذات كان في اختلاف في التشكيل في بعض المراكز، لانه هو ظروفه، هو جاي طبعا على اخر 8 ماتشات ولسه ما لعبش ولا ماتش افريقي، فهو كان مركز في الدوري وعنده اصابات وراجع من كورونا، فظروفه مختلفة عن اللي كان قبله قبل الكورونا. كويس. قبل الكورونا الوداد حتى في الماتشات بطولة افريقيا يعني انا شفت ماتش النجم الساحلي كسبوه 2-0، وشفت ماتشات تانية مع سان داونز، وشفت بيلعبوا باتنين ارتكاز. كويس. بيلعبوا بابراهيم النقاش رقم 6 ده الكابتن، بس بقاله ماتشين او 3 ما بيلعبش، وجنبه يحيى جبران. كويس. ساعات بيلعب يحيى جبران اللي هو الاساسي 5. كويس. وحمزه اسير، وبيلعب بثلاثه وواحد قدام.
يعني هو بيلعب 4-2-3-1. ده اللي قبل مش هو قبل. مش, قبل. مش 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 المدير الفني ده مش جاموندي جيراردو كان بيلعب 4-2-3-1 كان الثلاثه هما اسماعيل حداد ناحيه الجناح الشمال بديع اوك ناحيه اليمين وليد الكارتي تحت راس الحربه وقدام يا ايمن الحسوني يا كاسادي كاسونجو الفرود وبيلعب باتنين ارتكاز كانوا بيأمنوا الناحيه الدفاعيه شويه لما جه جاموندي اللي هو الارجنتيني ده ابتدى يلعب في الثلاث ماتشات الاخيره بيحيى جبران بس واتنين اساسا مركزهم اللي هو وسط المهاجم او راس الحربه بيلعبهم شمال ويمين اللي هم وليد الكارتي 18 اللي هو من اخطر ناس فيهم على فكره يعني كويس. احنا قاعدين نتكلم على اسماعيل حداد وبديع اوك اللي هم الاجنحه وليد الكارتي لعيب كويس جدا صانع العاب بيكمل كويس على الجون كويس بيلعبوا ناحيه اليمين مظبوط وبيلعب ايمن الحسوني ناحيه الشمال هم الاثنين شمال ويمين يحيى جبران الاثنين دولت مميزاتهم هجوميه اكتر ويمكن هاني واسامه اتكلموا في الجزء ده هم خطيرين جدا في التكمله كمان مع كاسادي كازونجو وبديع اوك واسماعيل حداد ويحيى جبران ثابت في نص الملعب يحيى جبران ثابت بس المساحه كبيره جدا عليه صح يعني انا شفت الماتش الفتح الرباط الاخير اللي هو كسبوه 2-1 مظبوط كان في مساحات كبيره جدا في نص الملعب مساحات كبيره جدا جدا ويمكن هاني اتكلم قبل الفاصل دي ممكن النادي الاهلي يستغلها جدا بموضوع الاستحواذ وعشان كده انا بفضل ان مجدي قفشه يلعب لانه احسن واحد في فرقه النادي الاهلي بيعمل استحواذ في نص الملعب على الكوره دي وجهه نظري الشخصيه اذا لعب واحد لكن انا اتصور ممكن جدا الراجل بكره يقلق ويلعب باتنين ارتكاز خاصه ان عنده مشاكل في خط الدفاع قلب الدفاع الاساسي عنده كان شيخ كماره بقاله 3-4 ماتشات ما بيلعبش كان مصاب وكان ساعات محمد رحيم مش متقيد مش مقيد افريقيا واشرف داري واشرف داري برضه راجع من الاصابه عنده كورونا ابراهيم نجم الدين هيلعب بس مش اساسي بيلعب ماتشات لكن مش اساسي ورجع صلاح الدين السعيدي اللي هو اساسا وسط مدافع ويمكن انا قلت لك انا يعني مباراتين لعبت ضد مش انا يعني وانا ماسك مع مسيرات الريول تعادلنا هنا 0-0 رغم ان احنا جبنا جون 100% لمؤمن زكريا ما اتحسبش كنا المفروض نطلع كسبين 1-0 وكسبناهم هناك 1-0 بجون لرامي ربيعه ضربه ثابته كان صلاح الدين السعيدي بيلعب في وسط الملعب الارتكاز هو ابراهيم النقاش هو 1-0 ده كان دوري مجموعات مش كده دوري مجموعات 2016 ده اخر مره كابتن يعني ده اخر اول يعني اخر فوز للنادي الاهلي على كسبنا فيها ضد بره صح صلاح الدين السعيدي هو رجعه من وسط الارتكاز ولعبه قلب دفاع لان في عنده مشاكل في الحته دي كمان زي ما انا سمعت انه سامي سعيد عنده كورونا انت ان صلاح الدين السعيدي كمان عنده كورونا هتبقى مشكله اكبر عليه في قلبي الدفاع لا رب بقى كماره ممكن يحطه في الحته الا بقى لو رجع بقى كماره غير جاهز مش جاهز رجع من الاصابه برضه ايمن ده بقى له شهرين على فكره شهرين ما نزلش ملعب هل بقى هيعمل زي ما مستر موسيماني عمل مثلا في مباراه المقاولين لاعب هاني ورا او لاعب حمدي فتحي في مباراه بيراميدز ورا يلاعب يحيى جبران او حد من اللي هم بيلعبوا وسط مدافع يلعبه ورا هتبقى عنده مشكله كمان هو عنده مشكله في القلب ممكن النادي الاهلي يستغلها لكن المشكلة الكبيرة أساسا بقى غير الخط الخلفي هو بيلعب عبد اللطيف طبعا أحمد رضا تجناوتي من الحراس الكويسين جدا جدا ممتاز يعني في معظم الماتشات حارس كويس عندهم عبد اللطيف نصير عايز تعلق على لا 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 وجهة نظر عبد اللطيف نصير الباك اليمين ده من الخبرات اللي عنده يعني يمكن زي ما احنا عندنا وليد سليمان وأحمد فتحي وهاني 5-6 لعبوا قدام الوداد ده عبد اللطيف نصير بقى له 7-8 سنين او 6-7 سنين بيلعب بص يا كابتن اسامه بمناسبه كلامك بص هو داخل فيهم 28 جول كويس بص ال 25 هدف منين؟ من القلب من القلب فعلا زي ما انت بتقول حته القلب دي فيها خلل دفاعي جامد جدا بس هو عامه الاهداف تملي بتيجي من العمق من المنطقه دي يعني نسب الاهداف اللي بتيجي عامه احصائيات اكتر منطقه اللي هي حوالين الستة ياردة اللي هي من البنالتي للستة ياردة دي اكتر
الاهداف بتيجي منها يعني التسديد من الخارج او الحاجات دي بتيجي طبعا نسب، لكن هي دي النسبه الكبيره اللي هي المساحه اللي بين البنالتي والسته يارده يعني. فعندهم مشكله في قلبي الدفاع، عندهم الباك اليمين عبد اللطيف نصير قلتلك عنده خبره بيهاجم وتملي بيهاجم، بس طبعا مع النادي الاهلي ممكن يبقى حديث شويه، خاصه ان بديع اوك ما بيرجعش كتير. ودي نقطه ممكن علي معلول يستغلها كويس قوي، بس في المقابل هتبقى فيها خطوره لان اوك من اخطرهم في الكرات العرضيه وبيبقى معلق بيعلق في الناحيه اليمين، فهتبقى حد لازم اذا كان ايمن اشرف او اي قلب دفاع هيلعب لازم يبقى قافل الحته دي كويس شويه لان هو بيعلق زي ما هتعمل، او حد ممكن من نص الملعب يميل شويه ناحيه علي معلول لما يتقدم طبعا بالظبط. فهو زي ما هي نقطه ضعف عندهم انه ما بيرجعش كتير بيقفل مع عبد اللطيف نصير، هي نقطه قوه ان هو معلق بيلعبوا عليه في الحاجات المرتده وهو سريع ومهاري. ايوه بديع اوك. الباك الشمال يحيى عطا الله، النقطه دي كمان يا كابتن اسامه هيبقى فيه دور كبير جدا لحسين الشحات واجايه في الناحيه الدفاعيه طبعا حسب بقى التشكيل. طبعا الاثنين اللي هم الاجنحه دولت مهم جدا 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 ان يقفلوا مع الباكين لان هم عندهم خطوره في الجناحين قوي. بالظبط. الباك الشمال يحيى عطيه الله من اللعيبه المميزه عندهم، هو اشول بيهاجم وبيلعب بيعمل جبهه بيعمل جبهه كويسه مع اسماعيل الحداد. صح. دفاعيا مش قوي قوي لكن عشان كده انا بقول لك ممكن جدا الراجل لان هم عندهم خلل شويه، اسماعيل الحداد بيرجع ولكن برضو مش بنسبه كبيره بس. صح. اكتر من بديع اوك. صح. ولو لعب ايمن الحسوني ووليد الكارتي مع يحيى جبران بقوا من الخمسه عندهم مشاكل في وسط الملعب وفي مساعده الجناحين الباكين. فدي نقطه ممكن النادي الاهلي يستغلها كويس سواء بالاستحواذ من الناس اللي في نص الملعب او اللعب في المناطق ديت على شحات على اجاييه او على الاطراف اللي هتلعب او من العمق يعني. أيوة. فادي المشاكل اللي عندهم ودي تقريبا تشكيلتهم. عشان كده انا متوقع يعني اخيرا لما بتكلم على ورقه الوداد ان ممكن يرجع الاثنين ارتكاز تاني. ما كلمتناش على كاسينجو. كسادي كاسينجو طبعا لعيب منتخب الكونغو وهداف بيتحرك كتير جدا. جايب يعني. 7 اهداف في الدوري وجايب تقريبا زي يوم او 5 في 8 في الدوري و5 في الافريقيا مهاجم خطير سريع متحرك تملي عنده عارف انت بيعمل يعني حركه ودوشه كده في الخط في منطقه الجزاء. هو الاساسي احيانا بيبقاش موجود بيلعب مجبي ده جاب جون في الماتش الاخير بتاع الفتح الرباطي. واحيانا بيلعب ايمن الحسوني. ايوه يعني ايمن الحسوني ساعات بيلعب كمان راس حربه في ماتشات لعبها كده. كاسينجو جاب في افريقيا هدفين و8 باين في في الدوري. ساعات بيلعب ايمن الحسوني راس حربه لما كاسينجو ما بقاش موجود او مجبي. ممكن جدا ساعات بيلعبوا في الجزئيه دي او كان المدرب اللي قبليه وجاريدو كان بيلعبه كده يعني في ماتش النجم الساحلي كان بيلعب بديع اوك وليد الكارتي واسماعيل حداد وكان بيلعب قدام ايمن الحسون. ايوه لكن الاساسي هو كاسادي كاسونجو بس هو بيتحرك كتير قوي اكتر من المسجل على فكره. هو بيعمل دربكه والناس اللي تحت بتستغل المواقف دي. مظبوط مظبوط. هم بيعتمدوا على نقل الكوره بدايه النقل من الاثنين اللي ورا اللي هو صلاح الدين السعيد اللي غالبا مش هيلعب وكان محمد رحيم او شيك كوماره مع يحيى جبران وبعدين بيعملوا كرات عكسيه لبديع اوك او اسماعيل الحداد لانهم سراع. مظبوط. وبيكملوا كويس كمان على الجول. فده تقريبا الشكل الوداد. طبعا عندهم برضو لعيب كويس قوي بينزل اللي هو زهير المترجي. ده بيلعب ناحيه الشمال. ساعات بيلعبوا ناحيه الشمال قدام يحيى عطا الله ويلعب اسماعيل الحداد لجوه. أيوة. في القلب شويه. أيوة. زهير المترجي جايب لهم جون الماتش اللي فات بتاع الفتح الرباطي. ولاعيب مميز وتملي بيبقى موجود بديل يعني غالبا هتلاقيه موجود يعني. أيوة. ممكن يبدا كمان يعني. أيوة. فحمزه اسير بيلعب احيانا وسط مدافع عشان كده بقول لك ممكن يلعب باثنين ارتكاز عشان يحل شويه مشكله وسط الملعب لانه عارف النادي الاهلي بيعمل استحواذ كويس في نص الملعب. أيوة. كابتن عادل عندك كلام كتير جدا على النادي الوداد. خلاص خلص. لا 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 انت عندك اكتر. لا ده بص طارق واسامه وهاني كلنا
لا يشوف انا هاخدك لحته بعيده علشان خلاص يعني الكلام ما يبقاش معادي. يعني انقذ جمندي اولا مدرب من المدربين اللي بقاله 8 مباريات مع الفرقه فبدا يحط لمسته. يعني كان جريدو الاول دلوقتي هو بدا يحط لمسته. ايه هي لمسته؟ لمسته الناحيه الدفاعيه اللي كان بيفشل فيها جريدو كتير. ولكن خليني اكلمك على طريقه لعبه بالنسبه انت مش عارف هيلعب، هل هيلعب 4-2-3-1 ولا هيلعب 4-1-4-1 ولا هيلعب 4-3-3. هي المشاكل اللي جات له بالسعيدي ممكن يقلب كمان ويعمل حاجه غريبه ايه، وافتكر ممكن يفكر فيها، يلعب بثلاثه، يلعب بثلاثه فلان، يلعب بثلاثه على ارضه طبعا، وهي ثلاثه دي اصلا مش دفاعيه، دي هجوميه اكتر. يعني 3-5-2 دي اقل، اللي هي الثلاثه الفلات دي اقل دفاعا من 4-4 دي اقوى دفاعا، لان 4 بيبقى الاثنين اللي على الطرف بيبقى اثنين ليبرو جداد. بس هو يعني برضو خلي بالك هيبقى قلقان من النادي الاهلي. لا انا بتكلم ان المشكله انه جات له الموضوع السعيدي جاله متاخر دلوقتي. لكن انت بتتكلم على كامارو، الشيخ كامارو كان هو اللي بيلعب فهو كان بيعتمد عليه هو نجم الدين. بس خلينا اخدك لحته تانية بقى للناحيه اليمين اللي هو اقوى مكان للنادي الاهلي الناحيه اليسار اللي هي الناحيه الشمال. كل اي فرقه في الدنيا بتعمل حساب لعلي معلول قوي، واللي قدام علي معلول ايهما من اللعيبه، جيلاردو ممكن يلعب، اجايه ممكن، كهربا كان ممكن يلعب، في لعيبه كتير لعبت قصاده. لكن اهم ما في الموضوع مين؟ اللي هو اللاعب اللي بيجي من تحت اللي هو علي معلول. اللي هو علي معلول اللي دايما بيعمل مفتاح لعبه في افريقيا للنادي الاهلي. صح. فهيحصل ايه؟ هيحصل كالاتي، نصير عبد اللطيف نصير ده من اللعيبه اللي بيهاجم كويس، ولكن مع فترات مع بديع اوك. تمام؟ فترات مش على طول، يعني ما بيطلعش على طول. انا بقول لك المباراه دي مش هيطلعه خالص، هيقف هيقف. ليه؟ يقابل علي معلول. علي معلول ومين اللي هياخد؟ مش بديع اوك اللي هياخد وراه، هياخد واحد من الاثنين. وليد الكارتي ممكن ياخد دياجونال وياخد من ورا وبديع اوك ينزل، ووليد الكارت هو اللي بيخش بيطلع طرف. دي فكره علشان يوقف علي معلول، دي واحد. الفكره الثانيه اللي انا افتكر ان ممكن المدرب يعملها، يرجع ابراهيم النقاش تاني ويلعب بخليل جبران. ليه؟ عشان يلعب باثنين ديفندرات. الكابتن اسامه قال كده، وبزيد حاجه يا كابتن اسامه، لما يلعب بخليل جبران ويلعب معاه ابراهيم النقاش، ابراهيم النقاش عنده خبره، اي نعم ما لعبش بقاله فتره، لكن هو محتاج دي ليه؟ علشان هو، ويمكن انا سمعتكم بتتكلموا على انه هل هيقابل الاهلي ضغط ولا لا؟ بصوا في حاجه مهمه في المباراتين، يعني لما نيجي نتكلم على مباراه ذهاب لازم تحط معاه الاياب كمان، لان اي مدرب بيعمل استراتيجيه مباراتين وليس مباراه واحده. مزبوط. انا بعتبرهم شوط اول وشوط ثاني. ليه؟ انا ممكن اهاجم قوي اتلط جون ولا اتنين ما اعملش السيناريو الثاني اللي هنا، لكن هو هي استراتيجيه. انت رايح تعمل ايه كاهلي؟ هو رايح يقابلك ازاي؟ هو بيفكر في مباراه العوده وانت بتفكر في مباراه الذهاب اللي انت رايحها. فالنادي الاهلي اول حاجه هيفكر فيها قدام طريقه اللعب اللي انا شايف الوداد فيها. فرقه الوداد عندها مشكله في الناحيه الدفاعيه، لكن عندها ميزه قويه. لازم نخلي بالنا، واتمنى ان موسيماني يكون واخد باله منها، اللي هي الكور الثابته. طبعا. ليه يا كابتن؟ الكور الثابته بيعملوا ايه هم فيها؟ اولا بيعملوا الكورنر بالذات، بيعملوه الطريقه اللي ما تخليش اي سيستم بيتدرب فيه. بمعنى في الناحيه الدفاعيه انا كاهلي الناحيه الدفاعيه هعمل ايه؟ هل هعمل منطقه ومان تو مان، ولا هل هعمل مان تو مان ومنطقه مع بعض؟ طريقه الجري بتاعتهم، بتاعه الاهداف بتاعتهم. بص يا كابتن عادل، دي الخريطه الهجوميه اللي بتاعتهم وطريقه تسجيل الاهداف. كلها بتبقى من الحته الاماميه اللي هي زي كعاده النادي الاهلي او عاده اي فرقه، ولكن ما عندهمش تسديد كتير من ورا. بص، 6 تقريبا بره ال 18 والباقي كله جوه ال 18، سواء كرات عرضيه او كور ثابته. يعني لا، ما هي الكرات العرضيه كابتن عادل،
اسماعيل حداد، وخاصه بيدخل مهاجم تاني بيجيد على طول ضربات الراس. مظبوط. بس هو المهم يا كابتن في الكور الثابته اللي علينا لان هم بيراهنوا على دي. النادي الاهلي عنده يعني هم بيراهنوا على في دفوات شويه جه فيك اجوان من كور ثابته. فانت حته العرضه القريبه بيعملها، لا البعيده لا تترد مرتين وبتتلعب. بينجحوا بيجيبوا جوان بيها كتير. صح. عندهم ميزه تانية كمان يعني، وميزه كويسه، لكن انت لو استغلتها هتعملها هتقلبها ميزه. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو بيحب يطلع الكره سليمه. ايوه يعني بيلعب من تحت. مزبوط. وبيطلع سليم من تحت، مره واحده بتلاقيه بيلعب الطويل. انت فاهمني يا كابتن؟ أيوه. لما يجي يلعب الطويل في الوقت ده ايه اللي هيحصل؟ انت ما بتلعبش ضاغط. صح. فانت تقدر تلم وتلعب. طيب لو لعب منظم انت تقدر تلعب عليه ضاغط. مزبوط. وبالذات هناك لانهم لا يجيدوا التحرك في وسط الملعب. هم حته نص الملعب عامل مساعد هجومي ودفاعي بالنسبه الوداد. حته الدفاعيه بتاعتهم بيحضروا كويس، والتحضير هيبوظ عندهم علشان انت قلت كمان ان السعيد ممكن ما يكونش موجود، عنده كورونا. نجم الدين مش من اللعيبه اللي بيعرفوا يحضروا قوي وبطيء جدا، وده يمكن انا اتكلمت اكتر من مره ان فرصتنا الكبيره في قلب الدفاع بتوع الوداد. لو احنا استغلينا الحاجات الجري الطولي. وانا اتمنى يعني يمكن انا حته تشكيل النادي الاهلي انا مش عايز اتكلم فيها خالص، ويمكن ما بحبش اتكلم فيها قبل المباريات لاني ممكن تعرض الافكار ما بين اي حد تيجي. انا يعني رغم ان الكره مفتوحه. أيوة. العالم كله بقى مفتوح. مزبوط. دلوقتي انك تقول تشكيلك. مزبوط. وفي المؤتمر الصحفي انا ممكن اقول تشكيلي بالليل والعب بيه ثاني يوم، لكن اللي انا عايز اقوله انه الوداد الناحيه اليمين بتاعتهم قويه جدا، الناحيه الشمال رغم ان فيها اسماعيل حدادي ناحيه مثل صنع اللعب. الناحيه لتسجيل الاهداف. أيوة. يعني ملعب الوداد عباره عن حته بتلعب اللي هو الطرف اليمين اللي هو الشغل اليمين اللي هو جاي لمصلحتهم عشان علي معلول، لانه عاملين حساب علي معلول فيه ده اللي بيصنع الاهداف. أيوة. اما اسماعيل حددت اليوم الحته الثانيه بتاعت كاسونجو كابتن، يمكن سالت انت كابتن ايمن كابتن اسامه عليها. كاسونجو عنده يعني ميزه وعيب برضه. هو هداف في الدوري قلنا. أيوة. جايب جونين في افريقيا لانه اصله لسه جايبينه. أيوة. ليه؟ هم جابوه علشان مين؟ علشان الكعبي. لما سافر الكعبي. أيوة. اشتروه. أيوة. علشان يجيبوه. هو بيتحرك كويس، لكن اللا مركزيه عندهم في اسماعيل الحداد وبديع هي دي اللي بتديهم. أوه. الفرصه كويس. وايه كمان؟ والكارتي بيجي. أوه. من تحت بيكمل. بيجي من تحت. فافتكر انه الحسون ممكن لو لعب النقاش مش هيبقى موجود. أيوة. أيوة. ولكن الحته اللي ورا ممكن يغير فيها. علشان حته الكورونا بتاعت السعد الجديده. ماشي كابتن عادل. قبل ما نروح لكابتن اسامه عندنا برضو هنروح مره ثانيه لزميلنا كريم احمد، ويبدو ان عنده الجديد. خبر حلو ولا ايه؟ برحب بيك اكيد من البدايه كابتن ايمن، وبرحب طبعا بكل نجوم الاستوديو التحليلي، وبضم صوتي اكيد لصوت كابتن عادل. انا عايز اطمنه طبعا واطمن كل جمهور النادي الاهلي، بيتسو موسيماني شغال على الامر ده جدا، الكرات الثابته والتمركزات لخط الضهر بالتحديد تابعناه في التدريبين اللي كان على ملعب كهرماء كاليفورنيا، والتدريب النهارده كمان واضح جدا تعليماته ان لابد يكون متمركزين بشكل جيد جدا في الكرات الثابته، طلوعنا يبقى واحد في الهجمات طبعا الخاصه بينا، اكد بشكل كبير جدا على كل المدافعين في هذا الامر، امر مهم جدا اكيد طبعا. هو يمكن عنده قراءه فنيه ولما كان متواجد مع فريق سان داونز، يمكن لاعب الوداد اكتر من مره وعارف نقاط القوه والضعف، لكن اكد بشكل كبير جدا وكان ليه تحذيرات مستمره النهارده، اوقف المران اكثر من مره على هذا الامر، الكرات الثابته الكورنرات الكرات اللي خارج القوس لابد يكون ماسكين المساك ماسك الفيرود بشكل جيد جدا، لابد يكون في تركيز كبير ان شاء الله باذن الله، يعني الامور دي ما تغفلش على لعيبه النادي الاهلي، وكمان التشكيل ان شاء الله باذن الله يكون الامثل في مباراه الغد. يمكن عايز اكد لك اقول لك كابتن ايمن خلاص نقدر نقول بقى خلاص لعيبه النادي الاهلي مباشره توجهت على وجبه العشاء الى الغرف مباشره، خلاص انتهت الاستعدادات الفنيه، يتبقى بقى ان شاء الله توفيق ربنا سبحانه وتعالى غدا مع فريق النادي الاهلي، ودعوات كل جمهور النادي الاهلي ان باذن الله ان شاء الله لاعبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، شخصيه البطل بنتكلم عليها كل مره، روح الفانيله الحمراء، الروح دي باذن الله ان شاء الله تصل لكل لعيبه النادي الاهلي. عايز اكلمك كمان يا كابتن ايمن على البرنامج غدا ان شاء الله
بدايه صباحا افطار صباحا 10 2 ظهرا هيكون وجبه غداء. المحاضره الفنيه هتكون 4:30. متعودين ان كل المحاضرات الفنيه بتكون قبل التحرك، لكن المحاضره الفنيه هتكون 4:30 غدا بتوقيت المغرب، والتحرك هيكون 6:10 مساء على ان تتوجه بقى حافله النادي الاهلي الى ملعب بركه محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراه. يا رب ان شاء الله يا رب كل الامور تكون في مصلحه النادي الاهلي ونبدا ونقدر ان احنا الشوط الاول نحسمه هنا في المغرب، الشوط الثاني بقى يبقى ليه حساباته الفنيه ان شاء الله باذن الله. مجهود كبير بيبذل هنا في المغرب يكلل بالنجاح ان شاء الله يا كابتن ايمن. يا رب التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله، وشكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد. كابتن اسامه انت قلت ان هم احتمال كبير نادي الوداد ما يلعبش ضاغط من قدام، ولكن انت كان عندك تعليق على طريقه اللعب والتشكيل. يعني خلينا نقول ان حته ما يلعبش ضاغط بالنسبه للوداد ما يلعبش ضاغط، لا اكيد في وقت من الاوقات بيلعب ضاغط كويس، بس انت كمدرب لما بتحط سيناريو بيبقى السيناريو الاكثر في المباراه انك انت بتحاول تامن وتلعب في منطقه الضغط في نص الملعب. انما البدايه ممكن منهم تكون ضغط من قدام، ممكن اول 10 دقائق المدرب يقول عايز اضغط ضغط عالي، بعد 10 دقائق برجع وبلعب في نص ملعبي واشتغل في الضغط اللي في نص الملعب، وبعد كده بعتمد على الانطلاقات السريعه بتاعت الحداد وبتاعت اوكو بتاعت كاسيم. ده السيناريو الاقرب كويس، خاصه ان مباراه النصف النهائي مش مباراه واحده، ايوه ماتشين. فالنهارده انت كمدرب لازم تكون عامل حسابك الشوط الاول هيخرج ازاي معاك اللي في المغرب، وبعد كده الشوط الثاني ان شاء الله اللي في القاهره. وعايز اكد على النقطه دي، عايز استرجع كده مباراه لاسارت اللي احنا خسرنا فيها هناك 5 في سان داونز. اللعيبه ما كانتش في حالها في حالتها، وهو هناك تتلقى اول هدف المدرب بيعاند صح فاتح المباراه وعايز يعوض صح، فتتلقى الهدف الثاني فالمدرب عايز يعوض علشان انك انت تقول مثلا 2-1 او 1-1 تبقى ليك الافضليه، وانت شايف اللعيبه مش في حالتها والجو. فالنهارده لا، في وقت من الاوقات لا قدر الله انت بتحط كل السيناريوهات قدامك لمباراه بكره. وارد في كره القدم ان النادي الاهلي يتلقى هدف. النهارده الموسيماني يتعامل ازاي؟ برضو التوازن الموجود عندك، عمليه تقارب الخطوط، عمليه الانطلاقات تيجي من تحت، ان ممكن يبقى ليك فرصه ان شاء الله كبيره في ملعبك تقدر تعوض الهدف. فدي كل الاحتمالات الموجوده لازم موسيماني يكون محضر نفسه ليها. النادي الاهلي زي ما بنقول فرقه الوداد عنده خط ضعف في منطقه وسط الدفاع في الاثنين المساكين قلب الدفاع، خاصه ان الاثنين ما بيلعبوش في اماكنهم. فالنهارده انت بتجيب واحد في وسط الملعب مدافع بتحطه مساك، او واحد بعيد زي كمارة ممكن تستعين بيه كويس. عمليه اجايه النهارده الاثنين اللي بيلعب بقى على الاطراف اجايه وحسين الشحات النهارده عشان يدي افضليه للنادي الاهلي ممكن اشتغل شويه في حته العمق بتاعت الملعب. كويس، حلو قوي. انت بتتكلم على الخلل الدفاعي اللي موجود في الاهلي نستغله ازاي. كويس قوي. انا لو انا كمستر موسيماني ابتدي الافضل بمروان محسن ولا ببادجي؟ النهارده عندك احتمالات كتير، ممكن تبتدي بادجي، ممكن تبتدي بمروان محسن، ممكن تبتدي باجاييه يبقى هو المهاجم وتلعب بالشكل ده. يعني احنا شفنا الاشكال دي كلها مع انا مش عايز اتكلم كتير عن فريق النادي الاهلي ممكن لكن انت عندك يعني كذا حل ممكن تلعب بيه. الحمد لله اللعيبه متاحه، بنشوف احمد فتحي باك ليفت، ممكن احمد فتحي يلعب باك رايت، ممكن احمد فتحي يلعب مساك. عندك الحمد لله جاهزيه الثلاثه في وسط الملعب السوليه مع ديانج مع حمدي فتحي، فمش عايزين ندوس اكتر في النادي الاهلي. لكن انا بتكلم عن مراكز موجوده، ممكن يبقى موجود مثلا حسين الشحات او موجود اجايه النهارده عشان ادي الافضليه للنادي الاهلي. دور اللي انا هشتغل بيه ازاي في الدفاع وفي الهجوم. في الدفاع لازم يبقى ليا دور دفاعي مع الناس الباك ليفت والباك رايت مع علي معلول او احمد فتحي، لازم اجايه وحسين الشحات لو هيبداوا، او جيرالدو اللي ممكن يبقى ليه دور بكره برضو مهم، خاصه ان هو بيشتغل على النواحي الدفاعيه بشكل كبير، وعنده عمليه السرعات بقى الانطلاق بتاعت السرعات، وشفناها كمان في مباراه امام المقاولين العرب على ما اتذكر. نزل عمل نص ساعه كويسه قوي، نزل اشتغل بشكل مختلف عن جيرالدو اللي احنا عارفينه قبل كده. مزبوط. يعني لعب وقت واجاد فيه بشكل كبير. صحيح. فالنهارده عمليه الشغل من العمق ما يبقاش الشغل كله على الاطراف. صح. لا النهارده ان انا اجبر
الباك رايت بتاع الوداد عبد اللطيف نصير اللي هو اقرب ان هو دايما هيكون واقف. عبد اللطيف نصير مش هيزيد كتير بكره في مباراه الاهلي عشان بيدي الحريه لا بيدي الحريه اكتر لوك ان هو يزيد بيدي عوك ان هو يزيد واسماعيل حداد اللي ما بيرجعوش بشبه يعني خالص في وسط ملعبهم دايما بيلعبوا على الباكين. فالنهارده اللي هيلعبوا بره اجاييه او حسين الشحات ليهم دور جوه مهم انه يشتغل في قلب الملعب شويه. في ظهر الراس حربة لا يكون موجود بقى باجي او مروان محسن، الحته دي حته مهمه جدا. الاستحواذ لا غنى عنه بكره. عمليه الاستحواذ دي اللي هتدي افضليه للنادي الاهلي. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، الكرات الثابته زي ما احنا بنقول انها مهمه على النادي الاهلي في التمركز الدفاعي ان انا اقف صح وامسك صح، محمد الشناوي يبقى ليه دور مهم فيها بكره ان هم بيمتازوا بالكرات الثابته. برضو الكرات الهجوميه بتاعتنا مهمه جدا، الكرات الثابته عندنا علي معلول، عندنا محمد مجدي قفشه بيشتغل فيها بشكل كويس، عندنا اطوال بيقدروا يشتغلوا فيها سواء حمدي فتحي بقى سواء ايمن اشرف سواء محمد هاني في النواحي الهجوميه بنقدر نشتغل. واحنا ارقامنا الحمد لله السنه دي في الدوري يعني اشتغلنا في الكرات الثابته بشكل كبير. حته الوداد بكره ممكن يلعب باثنين ارتكاز ولا لا، الاقرب كابتن قادر وكابتن عادل وكابتن اسامه ان ممكن ابراهيم النقاش يلعب جنب يحيى جبران ويلعب بواحد قدامه ايمن حسون، او يقلبها بواحد ارتكاز واثنين قدامه وليد الكارتي او ايمن حسون. دي ورده ودي ورده، لكن انت كلاعيبه النادي الاهلي حته وسط الملعب مهمه بكره يا كابتن عادل، سواء بيلعب باجي وعمرو السوليه ما ينفعش الاثنين النهارده هما بيتحركوا ان انا بطلع لقدام اسيب المساحات اللي في ظهري. دي بتحصل ساعات في النادي الاهلي. كده بقول لك حمدي فتحي ممكن ما لازم تاني. يبقى عندي واحد النهارده المثلث اللي موجود ده ثالثهم قفشه لازم يبقى عندي دايما واحد ارتكاز سواء المثلث مقلوب او المثلث القاعده بتاعته اثنين، لازم الحته دي النهارده لو هيلعب ديانج او هيلعب حمدي فتحي وانا بزيد ما ينفعش ان انا دايما ممكن ايمن حسوني بياخد في ظهري يبدا يقابل الاثنين المساكين ايمن اشرف وياسر ابراهيم. دي الخطوره اللي موجوده على النادي الاهلي سرعتهم ما هي دي الحته الموجوده لازم بكره موسيماني يعمل حسابه فيها، هي حته قلب الملعب بالنسبه للنادي الاهلي. يبقى مش ممكن يلعب بثالث واحد زياده؟ احنا شفنا مباراه الاهلي وبيراميدز حسينا في اي وقت من الوقت الاهلي بيلعب ناقص؟ لا انت النهارده ما ناقص منك لاعب بتلعب 10 قدام فريق بيعرف عنده حلول هجوميه، لكن التمركز بتاع اللعيبه دايما تمركز صح، دايما زياده عندك في كل الاماكن فيها الكوره، لما الكوره بتروح ناحيه اليمين كنت بتلاقي احمد فتحي بتلاقي اجايه بتلاقي مجدي قفشه بتلاقي مساك، فانت قافل باربعه في الحته دي. دخلت في نص الملعب كنت بتلاقي ديانج بتلاقي قفشه بيحول نفسه بسرعه بتلاقي عندك الاثنين مساكين، الناحيه الثانيه نفس الكلام. فالنهارده ترحيل اللعيبه والزياده العدديه تحت الكوره ده مهم جدا. غير ده كله بقى في المباريات زي دي اكيد بيجي للنادي الاهلي فرص طبعا، الفرصه اللي بتيجي النهارده دي تمنها من ذهب طبعا، ما ينفعش النهارده تيجي فرصه طبعا. وانا كلاعب بقى مش محضر نفسي ذهنيا ونفسيا وفنيا ان انا النهارده ممكن اقتل المباراه كلها بهدف طبعا. في اول دقيقه مثلا فرصه جت لاي لعيب النهارده التركيز بقى النهارده لازم اكون مركز في استلام الكوره في الكوره جالب العرض فنش على الجول الفنش بتاعي مزبوط. لازم اكون مستعد ومهيئ نفسي باذن الله رب العالمين ان شاء الله. هنروح للمغرب ومعانا الاخ عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطه النقاد الرياضيين عن طريق زوم. بنرحب بيك يا اخ عبد اللطيف وتحياتي وتحيات الاستوديو التحليلي. اهلا وسهلا استاذ نبيل، تحيه اليك والى ضيوفك الكرام وللمشاهدين الافاضل مشاهدي قناه الاهلي، واتمنى ان تكون هذه الامسيه امسيه ممتعه ومفيده للمشاهدين في الوطن العربي ككل، ليس فقط في مصر والمغرب ولكن في الوطن العربي، لان الحدث حدث كبير جدا، حدث نصف نهائي دوري ابطال افريقيا يجمع ناديين من المغرب ضد ناديين من مصر. نتمنى ان يكون هذا الطبق الكروي في مستوى تطلعاتنا جميعا. عايزين نعرف اخر اجواء عندك بالنسبه للمباراتين الاهلي والوداد والرجاء والزمالك. اعتقد بان الاجواء جد مواتيه، الاجواء رائعه، فاعتقد بان لا مكونات نادي الاهلي ولا مكونات نادي الزمالك هم كلهم جد فخورين بحفاوه الاستقبال والترحيب وكرم الضيافه، فجميع الشروط تم توفيرها من اجل تامين
سليم وناجع لإقامة مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا مرحلة الذهاب، أن تقام هذه المرحلة وأن تجري في ظروف جيدة. أنتم تعرفون جيدا بأن الظرفية بالفعل هي ظرفية استثنائية بامتياز بسبب جائحة كورونا، ولكن الحمد لله الجهود التي تبذل جهود يشكر عليها، تشكر عليها السلطات الرياضية المغربية وخاصة نادي الوداد والرجاء وأيضا السلطات المحلية، فهي تعمل جاهدة من أجل توفير الشروط الملائمة لإنجاح هذين الحدثين الرياضيين. فكما أسلفت في مداخلة سابقة فكل مباراة تمثل النهائي في حد ذاته، فأعتقد بأن نادي الأهلي ونادي الزمالك الكل الآن متحمس ويحدوه الطموح من أجل تقديم مردودية جيدة ومن أجل الوصول إلى الهدف المسطر. فالأهلي يتطلع إلى العودة بنتيجة إيجابية من مباراة ضد الوداد، والأهلي والوداد يحدوه الطموح من أجل الخروج من هذه المباراة بنتيجة إيجابية، لأنه يضع في حسبانه مباراة الإياب التي ستكون حاسمة لا بالنسبة لمباراة الوداد ضد الأهلي ولا حتى أيضا بالنسبة لمباراة الزمالك ضد الرجاء، فالحسم سيكون في مباراتي الإياب، ولكن مباراة الذهاب هي ستحمل معطيات ومؤشرات حول الكيفية التي سيجري بها لقاء الإياب، لا بالنسبة لمباراة الأهلي والوداد ولا بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك. الذي نتمناه هو أنه تعرفون بأن المباراة ستجري بدون جمهور، وهذه سابقة يعرفها دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة الأدوار النهائية لدوري أبطال إفريقيا تقام بدون جمهور. أعتقد أن لاعبي الأهلي والوداد والرجاء والزمالك استأنسوا في الدوري المحلي بخوض عدد كبير من المباريات بدون جمهور، وأعتقد أنهم تأقلموا وتكيفوا مع هذا المعطى أن تلعب في ملاعب بدون جمهور. أعتقد أنهم أخذوا ما يكفي من التجربة. نتمنى أن نشاهد مباراة في مستوى انتظاراتنا جميعا. أكيد أن الندية والحسابات التكتيكية ستطغى على كل مباراة على حدة، لا أحد يستطيع أن يغامر من البداية ولا أحد يستطيع أن يفرض إيقاعه المناسب إلا بعد مرور بعض الدقائق من المباراة لجس النبض. لذلك نتمنى أن نشاهد مباراة الأهلي حامل الرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج بلقب أم المسابقات بثمان مرات ضد نادي الوداد الرياضي. نتمنى أن تكون مباراة عالية المستوى، نفس الشيء بالنسبة لمباراة الرجاء ضد الزمالك. فأعتقد بأنه يكفينا فخرا جميعا لا بالنسبة للمغرب ولا بالنسبة لمصر أن يتواجد هذا الرباعي في هذه المرحلة الحاسمة من دوري أبطال إفريقيا. شكرا جزيلا للأخ العزيز عبد اللطيف المتوكل رئيس رابطة النقاد الرياضيين بالمغرب. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل خبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس والحديث عن طاقم. مرة تانية أعزائي المشاهدين نرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. أهلا وسهلا بيك كابتن ناصر. تحياتي لكابتن أيمن وتحياتي لكل السادة المشاهدين ونجومك الكبار الكابتن أسامة عرابي نجم مصر ونجم النادي الأهلي، كابتن عادل وكابتن أسامة حسني والكابتن هاني العجيزي. طبعا قبل ما نتكلم طبعا بنقول يا رب يوفق النادي الأهلي ونادي الزمالك في الدوري الكرة المصرية. بكره النادي الاهلي عنده ماتش الوداد ويمكن احداث كثيره بالنسبه للوداد. كل الناس مهتمه كابتن ايمن بموضوع الحكم والتحكيم، وده حقيقي فعلا المباراه خارج الملعب، واكيد طبعا محتاجين حكم يكون حكم ليه شخصيه كويسه قوي يدي العداله للفريق، لان اي خطا. احنا قرينا كابتن تقارير النهارده ان تم تعيين حكم زامبي لاداره المباراه. كابتن كل دي التقارير اللي طلعت لحد الان على حد علمي لم يتم التعيين رسمي او يطلع من الكاف ان الحكم هو جاني سيكازوي اللي هو الحكم الزامبي. يعني مفيش اي قرار رسمي، ولكن الكل بيروح لهذا الحكم. حتى التقارير اللي عندنا هنا في مصر وفي المغرب بتقول ان هو ده حكم المباراه. انا بس هقول حاجه مهمه جدا ان الاتحاد الافريقي كان عامل معسكر كابتن اسامه كابتن ايمن من يوم 11 ليوم 15، تم اختيار 16 حكم ساحه
من القارة اللي هم يعتبروا أفضل الحكام و17 حكم مساعد. الكلام ده كان من 11 10 اتعمل المعسكر لتقنيه الفار، اتعمل معسكر محاضرات، اتعمل كمان اختبار وارنر للحكام كلها. تم سفر 5 اوتوم على فكره، مش بس جانيس كازوي، عندنا كمان في اريك اوتوجو بتاع الجابون، ده حكم كبير. عندنا اليوم بتاع الكاميرون موجود هناك، عندنا كمان جان جاك ناداي من الكونغو موجود هناك، وعندنا اللي هو الحكم جانيس كازوي. 5 حكام موجودين هناك في المغرب. احنا عارفين هناك في مباراتين وفي ماتش بيراميدز في الكونفدراليه. الخمس اوتوم دولت هيبقى في احتمال 3 منهم هيحكموا المباريات اللي هي بطوله ابطال والكونفدراليه. عاوز اقول ان في كمان اريك اوتوجو حكم كبير جدا، في كمان اليوم حكم من الحكام الممتازين جدا من ضمن الخمسه اللي تم اختيارهم. انما رسمي يا كابتن ايمن لسه يعني لحد دلوقتي مش متاكدين هل هو الحكم ولا لا. طب هل تعيينه سكازوي للمباراه ديت مناسب؟ سكازوي عنده مشكله، يعني كان في 2018 كل يعلم ان كان في مباراه الترجي واول اغسطس وحصلت مشاكل تحكيميه كثيره جدا يا كابتن ايمن، وتم اعتراض من اول اغسطس على الحكم، تحول لجنه انضباط، تم توقيفه لمده تقريبا 4 أو 5 اشهر، وبعدين كان في جلسه استماع للحكم حضرها وبين تم تبرئته من هذه المباراه. ولكن خلينا نقول ان هو حكم ادار نهائي كاس عالم الانديه، ادار نهائي كاس بطوله افريقيه، ادار في بطوله افريقيا نهائي بطوله افريقيا، ولكن عنده بعض المشاكل خاصه على الارض اللي هي الملعب بتاع الفريق. لان هو يمكن احتسب 25 ركله جزاء كابتن اسامه، منهم 23 ركله جزاء بس للهوم تيم اللي هو الملعب، اللي هو صاحب الملعب، صاحب الملعب 23 وركلتين جزاء كانت خارج الملعب. بنقول في حاجه مهمه جدا يا كابتن ايمن، وهي المباراه مهمه جدا جدا، صح، مش مستحمله خطا تحكيمي من الحكم، صح. وهو يمكن كان من ضمن كمان حكام الفار في مباراه الترجي والوداد اللي حصل فيها مشكله كبيره، مشكلة جدا كبيرة على فكره، صح. وحصل هل التقنيه موجوده هل هي مش موجوده، هو كان موجود على تقنيه الفار في مباراه الوداد والترجي اللي طبعا اتلغت والنادي الترجي خدها وفاز بيها، وقالوا ساعتها ان الفار وقف بفعل فاعل. بالظبط كده، بالظبط كده. انما مش بس يعني لحد دلوقتي هو مش متاكدين قوي رسمي قوي ان هو الحكم. اللي انا عاوز يعني حاجه مهمه ايضا، اعتقد من وجهه نظري ان هذه المباراه بالذات بتلاقي اهتمام كبير من الاتحاد الافريقي واهتمام كبير من اتحاد الدوري. كويس، مفيش فيه هزار، يعني كل حكم هيخاف على نفسه كابتن ايمن، لان كل الدنيا حط عينيها على طاقم التحكيم ده، خاصه الاحداث اللي حصلت في نهائي الموسم اللي فات. صحيح، فاهتمام من الاتحاد الافريقي، اهتمام من رئيس الاتحاد الافريقي، اهتمام من لجنه الحكام بالكامل. ان هي وكمان الحكام النهارده اعتقد من وجهه نظري ما حدش النهارده هيظهر بمستوى قليل، لان الكل عاوز يظهر بمستوى كويس، لان عندنا بعد كده في مباراه تصفيات كاس عالم وفي اختيارات لحكام في كاس العالم. كويس، بس لما نوصل للدور دوت يا كابتن وعندنا حكام مثيرين للجدل، مش المفروض استبعادهم ونحط حكام مميزين في الفتره دي اللي هي من اول سيمي فاينل؟ بالظبط، حضرتك بتتكلم عندنا اليوم الحكم الكاميروني يمكن حكم هنا في افتتاح بطوله افريقيه وحكم النهائي بتاعها. حكم الحكام ممتازين جدا جدا، وعلى فكره هو موجود في المغرب. يعني ده من ضمن كان ممكن يبقى متعين في المباراه، يعني ما عندوش مشاكل كابتن اسامه، كابتن اسامه ما فيش اي مشاكل ليه. صح، اليوم الكاميروني عندنا اريك اوتوجو كابتن ايمن، وانا رقبته رسمي في الصفاقس هناك، حكم كويس جدا جدا، عنده يعني عنده عداله تحكيميه، ما عندوش مشكله في الفريق صاحب الملعب، لا ما بيجاملش. اريك اوتوجو من الحكام الكويسين جدا جدا. كمان عندنا فيكتور جوميز وهو مش موجود للاسف الشديد، للاسف يمكن هم شايلينه لمباراه النهائي او المباراه اللي هي هتبقى في القاهره يعني. كابتن نصر بعزه، كابتن ايمن اتفضل. فيكتور جوميز حكم جنوب افريقي، وانا يعني على المستوى الشخصي بشوفه من انزه حكام القاره ومن افضلهم فيكتور جوميز. هل ممكن يحكم للنادي الاهلي في وجود موسيماني
ده جنوب افريقيا وده مدير فني يعني جنوب افريقيا النادي الاهلي ولا دي اتحاد افريقيا ما يعني لا 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 يعني دي الاتحاد لا ينظر ليها لان لو احنا يعني كابتن اسامة لو احنا حسبناها كده هتلاقي فيه لعيبه كتيره جدا محترفه وحكام مغاربه بتحسب يعني طبعا. احنا عندنا كان وليد ازارو توانسه بتحكم وتوانسه وحكام يعني مثلا رضوان جاي يتحكم لنا كتير وعندنا وعندنا التوانسه حكموا لنا لا الكلام ده الاتحاد الافريقي ما بيبصوش ليه لان فيكتور زي ما حضرتك قلت حكم من المبتدئين يا كابتن اسامة ما عندوش حسابات خالص مزبوط. في اي حاجه مزبوط. بينزل العداله التحكيميه هو كان يعني كنت اتمنى ان شاء الله وهو اكيد هيحكم حاجه في ممكن يحكم الفاينل مثلا الفاينل او يحكم الكونفدراليه المباراه اللي جايه كابتن ناصر سؤال الخمس اطقم اللي موجوده في المغرب مين فيهم على اخر ايامه في التحكيم؟ لا احنا بنتكلم على سيكازوي هو 41 سنه لا يعني المرشح انه اخر سنه او اخر سنتين ليه؟ لا مفيش لا 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 هو كلهم ما بين 41 42 سنه لسه ما زال قدامهم فتره للتحكيم لا هي بتسيبش كده برضك ان هنا هكرم اخر واحد في السن حد لا انا ماتش. مش بتكلم على التكريم احنا عندنا بملك سيمبا لسه ما زال عندنا جان جاك لسه ما زال عندنا كمان الحكم اللي هو اريك اوتوجو تقريبا اريك يمكن اكبرهم في السن كابتن عادل يمكن اريك تقريبا 44 سنه يعني هو يمكن اكبر واحد في الحكام اللي موجوده في تونس في المغرب هو اكبر سنا اريك اوتوجو وحكم كويس زي ما قلت لحضرتك انا راقبته حكم عنده قراءه وعنده صحه قرارات يعني في اجابات كتير جدا ما بينظرش لصاحب الارض ما عندوش حسابات في التحكيم لا هو السؤال علشان لما بيجيبوا الحكم اللي هو خلاص فاضل له سنه ولا حاجه ويبطل ما بيبصش بقى على مستواه ولا مش مستواه زي العرجون فاكر زمان يعني تمام لما جه العرجون وهو كان بيخلص خلاص ما عندوش مشكله انه يخطا يعني بقى انت بتتكلم في جزئيه يعني الراجل خلاص بيفنش يعني وكده أيوة. وقصده يعني بقى خطا متعمد هقول يعني. لحضرتك حاجه بالعكس يعني دايما احنا كحكام كابتن عادل كابتن اسامه في نهايه مشوارنا بنحب نخرج من الباب الكبير يعني الباب الكبير ان احنا نخرج واحنا كتحكيم لان هو خلي بالك في حاجه مهمه ده ممكن بعد كده بيبقى مراقب في الحكام ممكن يبقى في لجنه الحكام الافريقيه ممكن بيبقى يعني بيشتغل تاني تحكيم فاعتقد لا الكل ليه حسابات حاجه تانية عاوز اقولها مهمه جدا ان الكل مهتم بهذه المباراه بقول لك كابتن عادل وانا عارف يمكن كمان في المعسكر كله كان بيشدد ان هذه المباراه لابد ان هي تخرج بما تليق بالنادي الاهلي ونادي الوداد ونتلاشى اخطاء اللي هي مباراه الوداد والترجي اللي حصلت فيها مشاكل كبيره صح. وانت يمكن حضرتك عارف صح. انما الكل الحكام مهتمين اعتقد زي ما قلت حضرتك سواء حتى كمان لو جاني سيكازوي او اريك اوتوجو او اليوم او بملك اعتقد ان الكل هيبقى يعني متحفز يلعب مباراه بس حته الايقاف هل ممكن تاثر عليه في اداره ماتش زي دوت؟ هو خلي بال حضرتك كابتن ايمن هو توقف فعلا كان ده كان في الموسم اللي فات مظبوط كده رجع تاني يعني مظبوط رجعوه مظبوط يعني رجعوه لعب اكتر من مباراه ولكن هتبقى في فاله الحته دي بالذات وانت داخل على سيمي فاينل وماتش برضه للوداد والوداد السنه اللي فاتت كان هو مسؤول برضه عن تقنيه الفار جوه بالظبط ففي قلق برضه عارف لو انا تسالني يا كابتن ايمن هو يمكن السؤال انا عندي خمس حكام واحنا بنقول الكلام دوت للجنه التعيينات طبعا احنا ما بنقدرش نتدخل في شغلها ولكن لما بيجيب حكم ما عندوش مشكله مع الاهلي ومع الوداد يبقى افضل ليه انا مش عايز الحكم ينزل وهو عنده ضغوط نفسيه كابتن اسامه شايل في فكره ان انا كنت مثلا اخطات هنا او هنا ولكن لما الحكم يكون داخل المباراه ما عندوش اي مشاكل دي احنا بنشيل من عليه حمل الضغوط اللي هي الاخطاء التحكيميه كنت اتمنى زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا خمسه كمان في هقول لك حاجه هناك مصطفى غربال الحكم الجزائري ايوه حكم ولا اروع ومصطفى يمكن انا راقبته حكم طبعا صاعد واعد هيروح كاس عالم ده اعتقد لو مصطفى غربال حكم المباراه ويمكن أدار يمكن العديد من المباريات الكبيرة جدا وفي وسط الجمهور لم يتأثر أبدا بالجمهور ولا بالفريق وزي ما قلت لحضرتك كان من ضمن الحكام اللي أنا أتمنى إن هو يدير مباراة في الفترة اللي جاية بكرة كابتن هل الحكام الطقم اللي هيحكم المباراة العودة هنا تم تعيينه ولا لا يا كابتن اسامه ده هم حتى الان زي يعني لسه بكره لسه مش متاكدين لسه مش متاكدين هل هو جاني سيكازوي ولا مش هو يعني لحد دلوقتي لسه يعني حتى الميتنج ماتش الاجتماع اللي هو مقابل المباراه هو ما حضرش الاجتماع الفني واللي حضر مراقب المباراه ما بالك لسه المباراه اللي جايه لسه طبعا التعيين الحكام فيها وانا يمكن اول مره كابتن ايمن عاوز اقول حاجه مهمه ان الكاف يأخر تعيين الحكام دي اول مره يعني حتى لما سالنا ليه هو بيأخر لان مش عاوزين هم يعلنوا الحكم كابتن اسامه
هتحصل اعتراضات من الانديه. خلاص الخمس قطم. ايوه بس من خمس قطم واحد. والفرقه كلها موجوده. يا فندم؟ من خمس قطم واحد. من الخمسه اللي موجودين انا قلت لحضرتك الخمسه اليوم قلت لك جان جاك نداي من الكونغو، قلت لك جاني سيكازوي، في اريك اوتوجو يعني ممكن. بس دول يا كابتن للثلاث مباريات. بالظبط كده يعني هم الخمسه رايحين واحد هيحكم مباراه. طب وجهه الاهلي مين يا كابتن؟ الاهلي والوداد الرجاء والزمالك وماتش بيراميدز هيبقى ثلاثه من الخمسه. انما انا بقول يعني عدم وجود الجمهور ممكن يبقى بالظبط. لا انا بقول النقطه المهمه كابتن اسامه اللي انا بعول عليها وانا كحكم ليا خبره ان مفيش هزار في الماتش دوت، والحكم اللي هينزل يعني من وجهه نظري يبقى يعني هو عاوز ينجح لان كل الناس مهتميه والضوء كله جاي على التحكيم لانهم عارفين ان التحكيم هو اساس نجاح المباراه. طب في حاجه في النقطه دي يا كابتن بعد اذنك معلش، هل الشعور بان فريق اتظلم السنه اللي فاتت ممكن يتعوض السنه دي؟ الكلام ده كل السوشيال ميديا قالته كابتن ايمن على فكره، وقالوا كلام اكتر من كده كمان، ويمكن حضرتك عارف احنا بنقولها بادب شويه الكلام دوت، ولكن اتقال اكتر من هذا الكلام في مباراه الترجي والوداد، ويعني اتقال كلام لرئيس نادي الوداد ان البطوله خلاص البطوله اللي جايه يبقى لكم حظ فيها. مش عايزين نخش في التفاصيل، ولكن حضرتك بنتكلم كمان في حسابات طبعا يمكن الاتحاد الافريقي صعب ان هو يجامل، يعني زي ما قلت لحضرتك ان مباراه النادي الاهلي مش قليل، النادي الاهلي قامه كبيره وكيان كبير، وللاهلي طبعا يعني برضك بتخاف منه ككيان كبير، فاعتقد التحكيم هيبقى يعني تحت الضوء، وهيبقى تعليمات جايه مشدده ان الحكم اللي ينزل اعتقد واتمنى ان شاء الله الكلام ده بكره يحصل، ما يبقاش في ضغوط على الحكم ويؤدي مباراه بحيث ان هي دي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي النهارده كابتن ايمن، هي المباراه اللي انا بقول عليها ان هي تكون نجاه، ان خد حقه تحكيميا والنادي الاهلي ما بيطلبش اكتر من التحكيم من التحكيم، ياخد حقه تحكيم ويجي هنا ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله يعمل نتيجه ايجابيه. كابتن بيتهيألي كمان تقنيه الفار بقت تحد شويه من الموضوع ده، لانه يمكن زمان لو ما فيش تقنيه فار موضوع ممكن يعدي، لكن دي نقطه مهمه كابتن اسامه، مهمه جدا جدا. اللقطات هتفضل تتعاد في تاريخ الحكم يعني تمام. هنا حتى لو الحكم يعني هنقول ان هو ما شافش مثلا مش هنقول ان هو متعمد، مش حد متعمد ما شافش، النهارده الفار كمان بيصحح فهيرجع للفار، فبالتالي هتبقى الاخطاء كابتن اسامه قليله جدا، اللي هي الاخطاء المؤثره في نتائج المباراه هتبقى قليله. كابتن طب بمناسبه الفار، هل المخرج المختص هل ممكن يقدر يلعب في موضوع الفار او يوقف موضوع الفار لو في حاجه معينه ضد مثلا الفريق اللي هو بيلعب على ارضه؟ هل بيبقى حد ممكن يتدخل من بره؟ تقنيه الفار ان هي في 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 الشركه اللي هي مسؤوله هي اللي بتطبق التقنيه كابتن ايمن، هي اللي بتبقى متحكمه في التقنيه، مخرج هو بينقل بس المباراه عن طريق الكاميرات اللي موجوده في ميدان اللعب، ولكن الفار مسؤول عنه الشركه اللي هي الشركه اللي هي مسؤوله عن الفار مع الحكام اللي هم تم تعيينهم. هو تم اعتماد تطبيق الفار في مباراه بكره طبعا. طبعا طبعا الفار موجود، وزي ما كابتن اسامه كان بيقول يمكن دي حاجه يمكن هتبقى لصالحنا ان لو في خطا تحكيمي مؤثر الفار طبعا هيرجع، واكيد طبعا هتبقى الامور لصالح الاهلي. عند حضرتك فكره عن عدد الكاميرات بكره الموجوده لتطبيق الفار؟ لا زي ما قلت لحضرتك احنا يمكن اقل دول الشمال يمكن اقل كاميرات بتبقى من 8 كاميرات ل 10 كاميرات او 6 كاميرات. قلت لحضرتك قبل كده ان في الدوريات اخرى في 18 كاميرا ممكن جنبينا. اتمنى ان شاء الله الكاميرات تكون موجود وتكون بتقنيه عاليه يا كابتن، بحيث ان الصوره تيجي واضحه للحكم، ما يبقاش رايح الحكم شايف لقطه او لقطتين. اتمنى طبعا بكره فوز النادي الاهلي وتحقيق نتيجه ايجابيه، نادي الزمالك ايضا مع الرجاء، لكل الانديه المصريه كابتن هو نجاح لينا كلنا ونجاح لمصر في كره القدم. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكابتن ناصر عباس. ونهايه الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي او ليله مباراه القمه بين الاهلي والوداد المغربي. كل التوفيق للنادي الاهلي بكره ان شاء الله، وكل التوفيق لنادي الزمالك بعد بكره ان شاء الله. بنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده، كابتننا الكبير كابتن اسامه عرابي الف شكر. شكرا لك يا شكرا. كابتن عادل عبد الرحمن نورتنا. الله يخليك الف شكر. كابتن الف شكر. الله كابتن يخليك. اسامه حسني نورتنا كابتن اسامه. شكرا يا كابتن ايمن، وبتمنى بس في حته التحكيم لعبتنا بكره ما تشغلش بالها بالحكم سواء مين او الحكم او الاعتراض عليه، بالعكس انا بخبراتي ازاي اكسب الحكم، حتى لو جاي عليا شويه في المباراه لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات كبيره، ادائي في الملعب هو اللي هيجبر الحكم ان انا يكون في صالحي. اديني حق. شفنا مباراه الاهلي وصن داونز في جنوب افريقيا كان بكاري جسامه وتاريخه طويل معانا. فاتمنى بكره التحكيم ما يصرش علينا، واللعيبه تكون مهيئه نفسيا كمان للتحكيم ازاي؟
نتعامل مع الحكم، وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي في الشوط الاول في المغرب ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كابتن هاني العجيزي الف شكر. ممكن اقول بس كلمه عشان بص يا كابتن، طبعا احنا اتكلمنا في كل حاجه واتكلمنا في فنيات وكل حاجه، بس انا عايز اقول حاجتين بس مش اكتر. يعني عايز اقول ان النادي الاهلي اهم حاجه بكره في المباراه روح النادي الاهلي، تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه حته البطل، ان انت شخصيه البطل في الملعب دي هتفرق جامد جدا. انت النادي الاهلي اكتر نادي في افريقيا واخد البطوله، لازم النهارده انت نازل الملعب انت اللي عندك يعني الاولويه ان انت تبقى احسن وان انت تبقى طبيعي ان انت تاخد البطوله. فانا شايف ان بكره روح النادي الاهلي وروح اللعيبه في الملعب هي دي اللي هتفرق بكره. وتاني حاجه حته التنظيم برده مهمه جدا بكره يعني لازم بكره اللعيبه تكون مركزه طول المباراه، ما ينفعش ان انت تركز لان في لعيبه كتيره يعني ممكن تسرح، ممكن ما ياخدش باله من حاجه مثلا تغطيه، فلازم بكره التركيز لازم طول المباراه بكره لازم يبقى موجود. انا بس ده اللي كنت عايز اقوله، وبدأ طبعا كلنا بندعي للنادي الاهلي ان شاء الله بالتوفيق بكره باذن الله، ويا رب كده تكون الفوز حليف النادي الاهلي ان شاء الله. برضو الف شكر. والشكر لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى. واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق تحياتي.